أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة نستأنف بإذن الله المحاضرة الثانية في السكيليتال ماسل، وهي إحنا في السكيليتال ماسل في خمس موضوعات مهمة ناقشنا في المحاضرة السابقة موضوعين منهم، اللي هما النيورو ماسكولار ترانسميشن والنيورو والموليكولار ثيوري اوف كونتراكشن، اللي هي المسرحيه اللي عملناها. يبقى نيورو ماسكولار ترانسميشن بالبروبرتيز، وده يصلح سؤال نظري، والموليكولار ثيوري اوف كونتراكشن او الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج، وده سؤال نظري بل هو الاهم في السكيليتال ماسل. فاحنا فضلنا ثلاث موضوعات هامه ثم عدد من الموضوعات الاقل. التلاته المهمين هم طبعا يصلحوا سؤال نظري، وقلت كل ما هو نظري مهم فهو شفوي مهم فهو ام اس كيو مهم. وكعادتنا بنبتدي بان احنا ندسكس الامتحان. فالامتحان كان كالاتي، بيقول لي one answer is correct، هنا اختار الاجابة الصحيحة. regarding the properties of neuromuscular transmission هي unidirection، بس قلنا في الام اس كيو لازم تكمل المعلومة. unidirection صح، بس مكتوب from muscle to nerve، لا هي from nerve to muscle. It shows a delay about نص second. لا قلنا ميز، ركز في التمييز، هي نص ملي second، يبقى دي خطأ برضو. It's increased by magnesium ions. لا، neuromuscular transmission بيقل بالمagnesium ions، بيزيد بالكالسيوم ions. إنما it is increased by anti-choline esterases. صح طبعا، لأنه ده هيمنع تكسير أستايل كولين، فالعضلة هتشتغل أكتر. يبقى الإجابة الصحيحة هنا D for daddy. سؤال الثاني regarding skeletal muscle contraction، هل الـ A band contains myosin only؟ لا، فيها myosin وactin. هل الـ T tubules located عند الـ Z lines؟ لا، located عند الـ junction between الـ A band والـ I band. هل الـ A band length is not changed during contraction؟ دي إجابة صحيحة، دي هي الـ C، هي الإجابة الصح. هل الـ T tubules contain رايانودين ريسبتور شانلز؟ لا، رايانودين ريسبتور شانلز اللي هم الكالسيوم شانلز دي موجوده في الانتفاخات في التيرمينال سيستيرني، الانتفاخات النهائيه بتاعه الساركوبلازميك ريتيكولوم. يبقى الاجابه الصحيحه سي فور كات. regarding myosin filaments the cross bridges are formed by arms and bodies. لا، هي by arms and heads. the myosin head has ATPase activity. طبعا، لان المايسن هيد هو اللي بيمسك الاكتين ويشده، فمحتاج طاقه، محتاج اي تي بي، محتاج حد يكسر اي تي بي اللي هو الاي تي بيز اكتيفيتي، وركز دي هنجي لها النهارده باذن الله في المحاضره. دي الاجابه الصحيحه بي فور بيبي. هل الاي باند كونتينز مايسن واكتين؟ لا، في اكتين بس. هل المايسن فيلمنتس او فيلمنت از فورمد اوف فور هيفي اند تو لايت تشينز؟ العكس، تو هيفي اند فور لايت تشينز. يبقى الاجابه الصحيحه بي فور بيبي. السؤال الرابع الـ ATP is needed in excitation contraction coupling in all except. هنا قال لك اختار الغلط. فهي هل مهمة للـ binding of cross bridges؟ لا، لكن مهمة في الـ bending of cross bridges وفي الـ detachment، مش في الـ binding ما بتمسكش، مهمة في الانثناء. الماسك مش عاوز ATP اللي هو binding، إنما الـ bending الانثناء هو اللي عاوز ATP، والـ detachment عاوز ATP نمرسي. وإيفن ريلاكسيشن من أهم الأسئلة في الـ MSQ، it's an active process. يبقى B و C و D عاوزين طاقة، عليه مين الإجابة الخطأ؟ A. يبقى A for apple. regarding troponin it's part of myosin؟ لا، هو part of actin. هل هو بيكفر الـ binding sites of cross bridges؟ لا، مش هو ده التروبوميسين اللي بيعمل العملة دي. الـ I part binds to myosin؟ لا، الاي بارت اوف تروبونين بتمسكه في الاكتين، انما هل ات از اكتيفيتد باي كالسيوم؟ طبعا هو اكتيفيتد باي كالسيوم، دي الاجابه الصحيحه. وعليه الاجابات يا اولاد على النحو الاتي: 1 دي فور دادي، 2 سي فور كات، 3 بي فور بيبي، 4 اي فور ابل اور الفا، و5 دي. كده يبقى خلصنا الجزء الأهم وهو الامتحان.
تدي بقى عندنا قلت زي ما اتفقنا ان السكيليتال ماسلز فيها خمس موضوعات مهمة بيجوا في النظري. درسنا اوريدي يعني قبل كده درسنا موضوعين اللي هو هذكرك بيهم تاني، ان هو النيورو ماسكولار ترانسميشن بروبرتيز، ده سؤال مهم جدا. واهم سؤال في الماسل اللي هو عملناه المسرحية اللي هو تحت عنوانين، يا موليكولار ثيوري اوف كونتراكشن، هو نفسه الاكسيتيشن كونتراكشن كابلينج. نيجي النهارده بقى للتايبس اوف كونتراكشن، ده السؤال الثالث. نتوقع لو نبتدئ السؤال الثالث، تايبس اوف ماسل كونتراكشن، ده نظري مهم السؤال، من ضمن الاسئله الخمسه المهمين في السكيتال ماسل وحددتهم لك اهو. طيب الاول انا عاوز يعني راجل اسمه هيل تصور ديزاين كده للسكيتال ماسل لطيف احب اوريه لك، فتعال نتفرج عليه مع بعض. هو تخيل انه كل عضله عباره عن كونتراكتايل اليمنت اللي هو المايسن الثيك اليمنت اللي بشاور عليه، والاكت اللي هو الثين اليمنتس، وعلى التوالي معاه في سيريز الاستيك اليمنت. سيريز يعني على التوالي، الاستيك اليمنتس يعني عناصر مرنه على التوالي. يعني تعالى نقولها باسلوب ساخر، بكل عضله على راي رحمه الله سعيد صالح فيها استيك منه، فيه يبقى العضله فيها كونتراكتايل اليمنت وعلى التوالي معاها فيها استيك او سيريز الاستيك اليمنتس. انا زي ما قلت لك يا اولاد ان انا وي هاف تو ثينك مع بعض وان ايماجين، فعاوز تشغل الايماجينيشن بتاعك معايا دلوقتي شويه. عاوزك تتخيل اتي، عيش معايا اللي هقوله لك بالظبط. يوجد على الارض جنبك حقيبه فيها كتب يعني تقيله، قد تستطيع تشيلها وقد لا تستطيع، وانت حضرتك ممسك بايد الحقيبه. المثال الاول، الحقيبه تو هيفي تو بي ليفتد، يعني اثقل من ان تحمل. فعايزك تخيل ايه اللي بيحصل. يبقى انت ماسك بدراعك ايد الحقيبه اللي هي فيها كتب تقيله جدا، حاولت ترفعها، الحقيبه لم ترتفع، وعليه الذراع بتاع حضرتك لم ينثني، وعليه البايسبس ماسلز بتاعتك طولها لم يتغير، ثابت لان ما اترفعتش الشنط اهو، ده الوضع. يبقى اللينث قاعد زي ما هو. طب اشرح لي ايه اللي حصل في الماسل. حصل في الماسل، بص لي، المايسن مسك في الاكتين وشده حاجه خفيفه، حصل يعني نقدر نقول سلايد سلايدنج. القصر اللي حصل في الكونتراكتايل اليمنت قابله شد في السيريز الاستيك اليمنت. يعني المايسن شد الاكتين ناحيته بس الحقيبه ما اترفعتش. فايه اللي حصل؟ ان القصر اللي حصل في الكونتراكتايل قابله استطاله في الالاستيك اليمنت، الالاستيك اليمنت اتشدت شويه. اجب على السؤالين الاتيين. يبقى الطول الاجمالي للعضله اهو اللي هو ده قبل ما نبتدي، وده بعد ما ابتدينا الكونتراكشن. الطول الاجمالي للعضله حصل له ايه؟ طالب قال لي ثابت. طيب التنشن حصل له ايه؟ الاساتك حصل لها ايه؟ اتشدت. ليه؟ عشان تعوض القصر اللي حصل في الكونتراكتايل اليمنت الخفيف برغم ان الشنطه ما اترفعتش. يبقى مال الثابت، بص على الرسمه من فضلك، الثابت هو طول العضله اللينث. ففي هذه الحاله سموا الانقباض ايزومتريك، اي مقياس ثابت. متر يعني مقياس. انا بقول لك في البيت هات المتر، هنعمل بيه ايه المتر ده؟ هنقيس. ايزو يعني ثابت، ايزومتريك يبقى مقياس ثابت. يعني انا بقول لك ان الممتحن دون ان يدري سواء في التحريري او في الشفوي اجاب لك نص السؤال، بيقول لك تعرف ايه عن الايزومتريك كونتراكشن؟ هو جاوبها. ايزومتريك يبقى نوع من الانقباض في اللينث ثابت، انما مين اللي زاد بقى؟ التنشن، الاساتيك اتشدت. ليه؟ لان لما المايسن شد الاكتين حاجه خفيفه والشنطه ما بتترفعش، فالقصر في الكونتراكتايل اليمنت قابله شد استطالة في السيريز إلاستيك إليمنتس. فالطول الإجمالي قاعد ثابت، لين ثابت ايزومتريك، بس التنشن زاد.
نوع التاني بقى من انقباض يا ولاد. طب ربنا انت يعني اديت مور فورس كده، شديت حيلك اكتر ويعني حاولت اكتر، قدرت تتغلب على ثقل الشنطة اللي هو نسميها باللغة العلمية على القصور الذاتي اللي هو الانيرشيا، ورفعت الشنطة رفعتها. او لو من الاول كانت الشنطة يعني خفيفة اهي رسمها صغيرة، يبقى في الحالة دي ايه رأيك؟ الثقل ارتفع، الذراع انسنى. انت بتتخيل معايا، انت ماسك الشنطة رفعتها فدراعك اتنى، فطول البايسبس حصل له ايه؟ اسر. الطول اسر اهو، شايف اسر، لكن في نفس الوقت مفيش مقاومة، الشد بقي على ما هو عليه لانه خلاص رفعت الشنطة، يبقى الشد هو اللي ثابت. يبقى اجب على السؤال الاتي، في هذا النوع من الانقباض اللي بتنجح في انك ترفع الشنطة، طول العضلة بيحصل له ايه؟ بيتغير، بيقصر. الشد بيحصل له ايه؟ ما بيتغيرش، او إيه؟ بيثبت على ما هو عليه. يبقى مين اللي ثابت؟ الشد. فعش كده سموا هذا الانقباض ايزوتونيك، ايزو يعني متساوي وتونيك يعني تنشي. الحقيقة اللي عاوز اقولها لك اولاد، وهي الاهم بقى دلوقتي قبل ما ابتدي الجدول التاريخي، كل انقباض في جسمك بيحدث بالطريقتين. يعني اقرا معايا، اي كونتراكشن انت عاوز ترفع اي حقيبه انت ما تعرفش هي مش هتقدر ولا هتقدر، فكل كونتراكشن ستارتس ايزومتريك، يعني بيبتدي ايزومتريك لحد ما تتغلب على الثقل الحاجه اللي هترفعها، تتغلب على القصور الذاتي لحد ما الانيرشيا از اوفر كم، يتحول الى ايزوتونيك كونتراكشن. ده الوضع كده. وعايزك تتخيل، بدي مثال كده هو غريب شوية بس بيفهمك القصة. نفرض حضرتك عربية مش مفرملة ومسكت الاكسدام الامامي بتاعها، تخيل معايا، هل اول ما بتمسك الاكسدام وبتشد العربية بتيجي معاك؟ لا، انت بتقعد فترة عمال تشد العربية مش هتقدر تتحرك. ايه رأيك طول دراعك ايه؟ ثابت الدراع، لن ينساني العربية، لن تتحرك، البايسبس ستريتش. يبقى هنا الطول ثابت ايزومتريك. لو قدرت تتغلب على ثقل السيارة وجرتها، ابتدى الذراع ينسني والعضلة تقصر وثبت التنشن على ما وصل إليه. يبقى مين اللي ثبت هنا؟ الذراع التنى، العضلة قصرت، اللي ثبت هو التنشن على ما وصل إليه، فسموا ده ايزو تونيك كونتراكشن. يبقى حقيقة الأمر في الجسم كل مرة الانقباض بيبتدي ايزومتريك، إذا ربنا اداك الفرص الكافية وحركت الثقل هيتقلب لايزوتونيك. طب إذا ما قدرتش تحرك السيارة، ما قدرتش تشيل الحقيبة، هيبقى الانقباض على ما هو عليه ايزومتريك. الطول ثابت، مش قادر تشيل الشنطة، مش قادر تحرك العربية، العضلة طولها ثابت. لو قدرت تتغلب على ثقل السيارة، على ثقل الشنطة ورفعتها، اتحول من ايزومتريك إلى ايزوتونيك. قصرت العضلة وثبت التنشن على ما هو عليه، فتحول الى ايزوتونيك. تنشن بقى هو اللي ثابت مش الطول، الطول اسر والتنشن ثابت على ما هو عليه. تعالى بقى يا اولاد ناخد الكلام ده، وانتوا عارفين انا بحب النظام قوي، في جدول تاريخي اللي هو تايبس اوف ماسل كونتراكشن، انواع الكونتراكشن. بحب الجداول قوي ليه؟ قلت لك اولا الكومبيرنت كونتراست، بتشوف فين اوجه التشابه واوجه الاختلاف. اتنين تذكرها اسهل. وانا جوه النظام بحب النظام، يعني انا هقارن الايزومتريك بالايزوتونيك في جدول من 8 نقاط. انت دلوقتي حفظنا بعض، خدت كل نقطتين لهم علاقه ببعض مع بعض. يبقى اساسا السؤال بيقول لك كومبير اند كونتراست ايزومتريك اند ايزوتونيك، هو اداك نقطتين من 8، يعني لازم تجاوب ربع السؤال من غير ما تبقى مذاكره. فأول نقطتين هتكلم على اللينث والتنشن. في الايزومتريك اللي هي الشنطة بتقيلة قوي، الشنطة لم ترتفع، الذراع لم ينثني، العضلة لم تقصر، اللينث is constant بس بشد بشد، التنشن هو اللي زاد. وشرحتها ازاي؟ الاكسبلانيشن ان الكونتراكتايل اليمنتس حصل شورتنج بس نو ماتش سلايدنج، وبالعكس السلايدنج الخفيف قبله استطالة في الاستيك، الاستيك اتشد عشان كده التنشن زاد. اهو السيريز اسك اليمنتس جريتلي ستريتش بيكوز ذا لود داز نوت موف، مش كده؟
اللوب ما اتحركش. طيب لو اتحركت الشنطة يبقى رفعتها، يبقى الشنطة ارتفعت، الذراع كمل معايا انثنى، تمام، العضلة قاصرت بس ثابت التنشن على ما هو عليه، الشد بقى ما زادش، الشنطة بتاخد وتيجي معاك بترفعت، يبقى مين اللي كونستنت هنا؟ التنشن. لكن لينث اس فسموها ايزوتونيك، تونيك يعني التنشن ثابت، من تنشن تونيك، تنشن تونيك، انما هنا متر هو اللينث اهو. هنا بقى كونتراكتايل اليمنت شورتنز، جريت سلايدنج حصل، فالسيريز الاستيك اليمنت نوت جريتلي ستريتشنج، او باسلوب اخر بقيت على نفس الشد اللي هي عليه، ما تشددش زياده، تنشن ثابت. طيب النقطه الثالثه والرابعه سهله جدا، الورك والميكانيكال افشنسي. الاول نتفاهم ما هي الكفاءه الميكانيكيه، ميكانيكال افشنسي يعني كفاءه ميكانيكيه. اديك مثال سهل، لو انا اديتك 100 سعر حراري استخدمت 25 في عمل في ورك مفيد، من ال 100 تستخدم 25، يبقى كفاءتك الميكانيكيه كام؟ اقول لكم جاوبتوا، انا سامعكم، 25%. يبقى الميكانيكال افشنسي هي الورك، العمل المفيد اليوسفل ورك ديفايدد باي ذا انرجي، مقسوم على الانرجي تايمز 100. انا من كل 100 سعر، من كل 100 سعر بستفاد بكام؟ هو ده الكفاءه الميكانيكيه. لو استفدت من كل 100 ب 25 يبقى انا كفاءتي 25%. طب ايه رايك بقى في الايزومتريك؟ الشنطه لم ترتفع، يبقى ما عملتش حاجه، يبقى نو اكسترنال ورك، وعليه الميكانيكال افشنسي النقطه المتعلقه بها زيرو، مفيش ورك يبقى الميكانيكال افشنسي زيرو. يعني انا يا اولاد ما باخدش اي نقطتين مع بعض، هنا خدت اللينث مع التنشن اللي هو اصل الجدول، هنا الورك مع الميكانيكال افشنسي. انها في الحاله الثانيه في الايزوتونيك انت رفعت الشنطه يبقى في ورك از بيرفورمد، استغليت قد ايه من الطاقه المتاحه؟ 20 ل 25%. هنا بقى يبرز سؤال جميل قوي هجاوبه برغم انه مش عليه، يعني طالب يقول لي هو ليه عند ربنا بننتفع بس ب 20 ل 25% من الطاقه المتاحه؟ طب والباقي؟ الباقي يوسف برضه يا اولاد، بقيه الطاقه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث، بقيه الطاقه بتتحول لهيت، حراره. يعني انت حتى ما تمشي السياره في المثال، مش كل الجاز اللي بيتحرق بيدفع السياره، في جزء منه بيسخن الانجن. والتسخين في العضله مهم جدا، وعلى فكره في العربيه مهم، لو العربيه بارده جدا هتطفي. التسخين في العضله اهم، لان التسخين، بس ده بره موضوعنا يا اولاد عشان نفهم ان ربنا سبحان الله لا يهدر الطاقه. 75% من الطاقه بتروح في صوره هيت، الهيت ده بيسخن العضله، يزود الانزيماتيك رياكشن ويقلل لزوجه العضله، فيخليها تبقى حاجه اقل لزوجه تبقى اسرع. ودليل عندي لطيف قوي، اللاعب اللي هو هنبدل لاعبين في المباريات، فاللاعب ده قبل ما ينزل ما بيروحش كده قايم من على دكه الاحتياطيين ونازل، يقول لك عمال يعمل ايه؟ بيجري على خط التماس، بيعمل ايه؟ بيسخن. يعني هو بيستغل، طب هو ادي 25% حتى بيحولهم لورك، عمال يجري يمين ويجري شمال بس مش مفيده في الماتش. معقول هو بيهدر طاقته؟ لا، بيسخن العضله. هنا بقى بيستغل ال 75% بتوع التسخين، لما العضله تبقى سخنه تبقى اقل لزوجه تبقى اسرع، حاجه مش لازقه تتحرك بسرعه، والانزيماتيك رياكشن جوه العضله تزيد. ده في تامل خاص للعبد الله، ان ليه الكفاءه الميكانيكيه في الانسان 20 ل 25؟ ليه بنستغل 25% فقط في الورك؟ والباقي يطلع، بزعل من الزملاء اللي يقول لك يطلع از ويست هيت. يا جماعه يا زملاء، هو ربنا عنده حاجه ويست؟ ربنا سبحان الله ويست دي للتسخين، والا كان ليه اللاعبين قبل ما ينزلوا بيسخنوا لو هو ويست؟ يلا نيجي النقطه الخامسه والسادسه، التايم مع الانرجي. 100% اللي هياخد تايم اقل هياخد طاقه اقل، والعكس بالعكس، عشان كده حطيتهم مع بعض، ما بلاقيش اي نقطتين مع بعض. هنا لازم تبقى فاهم المثال كويس قوي اللي انا قلته لك. كل انقباض في جسمك مش بيحدث بإحدى طريقتين، إنما بالطريقتين معا. حضرتك مسكت الشنطة إلى أن تتغلب على ثقلها وتقدر ترفعها، لسه ما ترفعتش، ما تغلبش على الثقة، ما رفعتهاش،
فانت في حاله ايزومتريك كونتراكشن. لما حضرتك تتغلب على ثقل الشنطه اللي هو الانيرشيا وترفعها هيتقلب من ايزومتريك لايزوتونيك. وعليه اللي فاهم يبقى الايزوتونيك تيكس مور تايم وعليه مور انرجي، لانك لازم تبتدي ايزومتريك، ولو ربنا سهل لك ويعني نفخ في صورتك هترفع الشنطه هيتقلب من ايزومتريك لايزوتونيك. يبقى بتبتدي ايزومتريك وبتكمل ايزوتونيك، يبقى الايزوتونيك تيكس مور تايم وعليه مور انرجي. راح فين التايم ده؟ اديني كاتبه لك. تو اوفركم يعني للتغلب على ثقل الشنطه، في 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 تعبير علمي رقيق تو اوفركم انيرشيا اللي هو القصور الذاتي. يبقى تقول خدنا مور تايم وبالتالي مور انرجي تو اوفركم الانرجي، وانت فاهم لنفسك للتغلب على ثقلها. يبقى اول نقطتين متعلقين ببعض، ما عشقت مثل عشق النظام، اللينث مع التنشن اللي هو على اساسهم التسميه، هل متر يبقى اللينث ثابت ولا تونيك يبقى التنشن هو اللي ثابت، لان ايزو يعني ثابت. ودول نقطتين غششهم لك الممتحن دون ان يدري. الورك مع الانرجي مع الميكانيكال افشنسي، لان الورك هو اللي بيحدد الميكانيكال افشنسي. نو ورك شنطه لم ترتفع يبقى الافشنسي صفر. في work is performed انتفعت يبقى 20-25%. التايم مع الانرجي مين بياخد وقت اطول؟ انت فاهم الانقباض بيبتدي ايزومتريك لحد ما تغلب على ثقل الشنطه، لحد ما تغلب على ثقل السياره وارفع الشنطه او اشد السياره، اتقلب من ايزومتريك لايزوتونيك. فيبقى الايزوتونيك takes more time to overcome inertia وعليه مور انرجي. نقطتين الاخرانيين ما لهمش علاقه ببعض قوي، انما هم 7 و8، عشان كده ما حطيتش الخط ما بينهم. كل حاجة يعني كل ما أقول وأفعل أعنيه، وما أعنيه أقول وأفعل. Study is how to study this. دلوقتي نفكر مع بعض، إحنا بنقيس المتغير، عمرنا ما نقيس الثابت. فالطالب يفهم قوي إحنا في الأيزومتريك مين المتغير؟ التنشن. يبقى التنشن هو الذي يعبر عن قوة الانقباض، فهنقيس التنشن. فبنعمل ايه؟ اقول لكم بطريقه لطيفه قوي. في وول ديزني هنا في فلوريدا، وفي زيها في باريس، وعندنا هنا كندوز وندرلاند اقل حاجه بسيطه. عاوزين نتبرى مجموعه من الشباب كده، مش انا ضمنهم طبعا، الشباب اللي هم حضراتكم في القوه. فنعمل ايه؟ هوريك بنعمل ايه. بصي من فضل، بنمسك مقبض كده، يعني في حائط وفي مقبض وفوق فيه مؤشر بيقول قوة الشد. فبنمسك المقبض، المقبض ما بيتشدش، يعني نوع الانقباض ايزومتريك، بحاول اشد ما بيتشدش، يبقى ده ايزومتريك، طول عضلة ثابت، بس التنشن بيزيد. مين اللي بيعبر عن قوة الانقباض؟ مقدار الشد. الجهاز بيحول الشد الذي هو طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية، يقيسها المؤشر اللي فوق. فنشوف بقى مين هيحرك المؤشر أكتر. يبقى الجهاز ده يسموه إيه يا أولاد؟ يسموه الكترونيك، يعني بالكهرباء، ترانسدوسر، محول. حول ايه بقى؟ يبقى في الايزومتريك هو العضله طولها ثابت، زي ما بحاول اشد العربيه ومش قادر، بس هو حاطط لي مقبض كده بحاول اشد وهو ما بيتشدش مهما كنت قوي. الجهاز بيحول الشد الذي هو طاقه ميكانيكيه الى طاقه كهربائيه ويقيسها. فالجهاز اسمه الكترونيك ترانسدوسر. معايا؟ انما بنيجي في في العملي بنجيب العضلة بتاعت الضفدعة اللي هي الجاستروكنيماس ماسل، وتديها للنيرف الساتيك نيرف، تديله ستيمولس، عضلة تقصر، يبقى هنا ايزوتونيك اهو. فلما تقصر بتروح شدة فتلة، الفتلة محركة رافعة، يبقى مقدار وسرعة القصر، ما هي بتقصر بيعبر عن الانقباض قد ايه. كل ما العضلة قصت اكتر والرفعة ارتفعت اكتر، شدتها اكتر ارتفعت اكتر، الانقباض اقوى. فهنا بنقيس الايزوتونيك بجهاز زي بتاع السمبل ماسل تويتش، الانقباض العضليه البسيطه. يبقى فكره القياس ان احنا بنقيس المتغير. المتغير هو الذي يعبر عن قوه الانقباض. في الايزومتريك الطول ثابت، اللي بيعبر عن قوه الانقباض مقدار الايه؟ الشد. فالجهاز بيحول الشد الذي هو طاقه ميكانيكيه، اهو بنفهم بالعربي، الى طاقه كهربائيه، فيسموه ايه؟ الكترونيك، كهرباء. ترانسديوسر، محول الكهرباء. يبقى في اي حاجه بتقيس المتغير. فالذي يعبر عن قوه الانقباض في الايزومتريك ليس الثابت. الثابت ده هيعبر ازاي؟ ما هو ثابت في كلهم، انا وانت هيبقى ثابت،
انما انا بشد اكتر منك انت يبقى انا قوتي اكتر. يعني بنقيس المتغير. ففي الايزومتريك بنقيس اللي بيتغير اللي هو التنشن. بنحول التنشن لكهرباء الكترونيك ترانسدوسر. انما في الايزوتونيك بيبقى التنشن ثابت. ايه اللي بيتغير؟ العضله بتقصر فبنخليها مقدار القصر بيعبر عن الانقباض. تشد فتله ترفع الرفعه، كل ما ارتفعت اكتر يبقى الانقباض احلى. المثال يا اولاد اسهل مثال بقى اللي هو النقطه الثامنه اللي انا قلته. لو الويت از تو هيفي يبقى ده ايزومتريك. شنطه ما بتتشالش يبقى ايزومتريك. بتتشال الويت از كان بي ليفتد يبقى ده ايزوتونيك. وعليه افهم يبقى كل عضلات في جسمك يمكن ان تنقبض باحدى طريقتين او الاصح بالطريقتين. يعني انت بالبايسبس ممكن لو ما شلتش تبقى ايزومتريك، اتشالت يبقى ايزوتونيك. يبقى العضله هي ممكن تعمل ايزومتريك وايزوتونيك. والاصح الاوائل انها بتبتدي ايزومتريك لحد ما اقدر اتغلب على الثقه وتتحول لايزوتونيك. مش قلنا الايزوتونيك مور تايم اند مور انرجي؟ تمام. في مثال تاني لطيف قوي بيجي في الام اس كيو، جيبوه هنا التملي. انا لما بقف كده يا اولاد مش عارف ارجع فين اكتر كده، انا اسف، اوقف على رجلي واحده. يبقى هنا الكوادريسبس ماسل كونتراكتد صح، تو ستيف ذا ني جوينت تو سبورت ذا بادي ويت عشان تحافظ على الوزن. طب هنا العضله قصرت؟ لا ثابته. يبقى تاني مثال جميل للايزومتريك، لما العضله بتنقبض عشان تقوي الني جوينت تو ستيف. لا هي مفيش حاجه بتقصر، بس هو منقبض اهي الكوادريس معمود حتى عملتك عليه واحده عشان تفهم اكتر. لكن هما كده برضه صح، كونتراكشن ذا كوادريسبس الاثنين تو ستيف ذا ني تقوي الني تو سبورت ذا بادي ويت. يبقى ده ايزومتريك. كان هذا يا اولاد جدول تاريخي اللي هو الفرق بين الايزومتريك والايزوتونيك. وشوف النظام يا اولاد، وعاوزك تعمله في البايو في الاناتومي في الاستولوجي، حتى لو الناس بيدوك المعلومات مش منظمه انت نظمها. هتستفاد حاجتين، محاوله التنظيم هتخليك تستوعبها كويس جدا وتفكرها كويس جدا. نمرة اتنين المذاكرة تبقى أسهل. خدها نصيحة كده من عبد الله، نظم النظام. الفرق قلت بين ناس وناس، بين أمة وأمة، في إنهم أكثر نظاما مش أكثر ذكاء. شوف جدول جميل إزاي، مش نحطهم كده فقرات في حيث واحد في النقط ضاعت. إيه الفرق بين الأيزومتريك والأيزوتونيك؟ أنا عارف إنك ممكن تسمع الفيديو تاني، فعش كده بس أقول لك النقاط الأساسية. أول نقطتين اللينث والتنشن. If the length is kept constant, it's isometric. If the tension is kept constant, it's isotonic. يبقى tension tonic. Tension ثابت tonic. المقياس المتر، المتر المقياس اللينث يبقى isometric. طيب ال work مع ال efficiency، اللي رفع الشنطة يبقى هو اللي عنده mechanical efficiency. Work is performed يبقى 20-25%. إنما مفيش حاجة بتتحرك. No external work يبقى efficiency صفر. أصعبه من نقطة الخمسة والسادسة، حاسس يبقى فاهم قوي، إن كل انقباض بيبتدي ايزومتريك وينتهي إذا ربنا نفخ في صورتك ايزوتونيك. يبقى الايزوتونيك تيكس مور تايم اند مور انرجي. ليه؟ راح فين التايم ده؟ عشان أتغلب على ثقل الشيء اللي بحاول أشيله، إن كل حاجة لها ثقل. أتغلب على ثقل السيارة اللي بحاول أجرها، يبقى مور تايم تو أوفركم ويت، تو أوفركم انرشيا، التعبير الأحلى من ويت، وبالتالي مور انرجي. النقطة السابعة والثامنة الاستادي، ازاي بتستادي والاكزامبل، دول ما لهمش علاقة قوي ببعض، بس هم اخر نقطتين عشان كده حتى ما هتطلقش الخط اللي ما بينهم. كل حاجة بعنيها. نحن نقيس المتغير، فانت تقول في الايزومتريك المقياس ثابت، التنشن هو اللي بيزيد، يبقى اللي يعبر عن قوة الانقباض مقدار الشد. نحوله الكهرباء الكترونيك ترانسدوسر. انها في الايزوتونيك مقدار وسرعة القصر. شوف حاجتين في الايزوتونيك، في حاجتين يعبروا عن قوه الانقباض للاوائل، مقدار القصر وسرعه القصر. يعني ممكن العضلتين يقصروا بنفس الكميه اهي، هوريها لك اهو، ده عضله وعضله هيقصروا نفس الكميه، بس دي قصر بسرعه قوي ودي قصر ببطء، يبقى دي اقوى مع ان مقدار القصر واحد. يبقى مش المقدار فقط للاوائل، المقدار وسرعه الشورتنج الاوائل. كلام كده يعني يسترع الانتباه، مقدار وسرعه القصر اهي، دي قصر كده ودي قصر كده، يبقى 100% دي اقوى. طب الاثنين قصروا نفس المشوار، بس دي قصر بسرعه جدا ودي قصرتها نفس الكلام بس ببطء، يبقى دي اقوى.
مع ان المقدار واحد لكن السرعه احسن. يبقى الذي يعبر عن قوه الانقباض في الايزوتونيك هو مقدار وسرعه القذف. في شويه نوتس هيك اكتبها لك، ان كل كونتراكشن بيبتدي ايزومتريك، واذا قدرت تتغلب على الثقل والاحسن انيرشيا تنقلب الى ايزوتونيك. يعني العضله بتنقبض مش باحدى طريقتين، حقيقه الامر بالطريقتين معا. الورك اللي بنبذله تحسبه ازاي؟ ده كلام خدناه في ثانوي. الويت في الديستانس، الشنطه 100 كيلو رفعتها متر يبقى الورك، الورك الورك يبقى انت 100 كيلو في واحد تبقى 100 كيلو جرام لكل متر. لو with heavier load ايه اللي هيحصل؟ يعني ده سؤال صعب بيجيلك في الامتحان. لو اللود تقيل قوي عبال ما تتغلب عليه هتاخد وقت اطول، يبقى هيزيد الديوريشن والايزومتريك كونتراكشن. وحتى بعد ما تتغلب عليه خدت وقت، عشان الايزومتريك خد وقت طويل عبال ما تغلبت على الثقل، حتى بعد ما تغلب عليه يبقى رفع الشنطه هيبقى اقل وبسرعه اقل. الريت والاكستنت اوف شورتنج في الايزوتونيك هيبقى اقل. ده سؤال MCQ جميل. يبقى الشنطه الثقيله حاجات من الحياه، عشان اتغلب على ثقلها لسه ما تغلبتش يبقى ايزومتريك. الايزومتريك هياخد وقت اطول، وبعد ما اتغلب على ثقلها واشيلها من كتر ما هي ثقيله بشيلها حاجه صغيره وببطء، يبقى الريت والاكستنت اقل. ده كان السؤال الثالث والموضوع الثالث المهم جدا في السكيت المصري. ننتقل للسؤال الرابع. الانرجي سورسز اند ماسل ميتابوليزم. وهنا اسمحوا لي ان انا هقحم نفسي شويه. السؤال ده اساسا باي كيمستري، يعني مش مفروض يبقى في السولج، بس هو من اهم الاسئله في السولج اللي هو الانرجي سورسز والماسل ميتابوليزم. السؤال الرابع في الموضوعات الخمسه، ده الرابع المهمه جدا في السكيتال ماسلز. طبعا كلنا يعلم يا اولاد ان الماسل بتستخدم ادينوزين ترايفوسفيت للانقباض. انا برضو احب اقول الحاجات التاريخيه اللي بقولها هنا، انه اللي اكتشف الادينوزين ترايفوسفيت كان راجل الماني اسمه كارل لوهمان في سنة 1929. جه بعديه، يعني شوف ثلاثة، الألماني اكتشف ان في حاجة اسمها ادينوزين ترايفوسفيت، جه راجل اسمه روسي اسمه فلاديمير في سنة 1935 قال ان العضلة تحتاج ادينوزين ترايفوسفيت. يعني الأولاني الألماني قال في أنا اكتشفت المادة اللي بتدي الطاقة في الجسم ادينوزين ترايفوسفيت. الروسي فلاديمير في سنة 1935 قال إن العضلة في الانقباض بتحتاج طاقة عاوزة اي تي بي. سنة 1939 راجل أمريكاني اسمه ليبمانت قال لنا بقى الهاي انرجي فوسفيت بوند. القصة دي طبعا مقدمة تاريخية. أنت عارف إحنا هنا لازم نبقى محاضرات محترمة، مش جايين نسمع كتب، مفيش الكلام ده. بص بقى معايا، ما عشقت مثل عشقي للنظام. قلت الفرق بين أمة وأمة هو في النظام، إن أنا هنا رقم السعد اللك نمبر هو 3. كل حاجة نسألها لك الإجابة 3، وقلنا ده اسمه المنتال سيت، التهيؤ الذهني بيسهل التذكر. فأنا هتكلم على قبل الانقباض during rest، وأهم حاجة بقى في السؤال أثناء الانقباض، ده الجزء الأهم في السؤال، ثم بعد الانقباض. حتى حاططها لك باللون الاصفر، وقلت لك ليه اللون الاصفر؟ ان ده اكتر حاجه بيشوفها العين الانسان اهي في صوره واحده. يبقى الريست وبعديها الكونتراكشن، ده اهم حاجه، ده اللي خد معظم الكلام، وبعدين الريكفري. ابتدي بالريست. الطاقه اللي بتحتاجها العضله، ده بقى للاوائل بقى اللي هيجاوب الاوائل، وهشرح بايو دلوقتي. مصدر الطاقه للعضلات وحضرتك مرتاح during rest هو ايه؟ الإجابة free fatty acids. طيب during rest العضلة عاوزة طاقة ليه؟ وانت مرتاح ليه عاوز طاقة؟ للأوائل بثلاث أسباب. هل المسل سيل في البولاريزد ستيت في الريستنج ممبرون بوتنشال فيها كهرباء ولا ما فيهاش كهرباء؟ كل خلايا الجسم فيها كهرباء. الكهرباء during rest بنسميها الريستنج ممبرون بوتنشال أو بولاريزد ستيت، ودي سببها حاجتين وكنت ناسي أفكرك. سيلكتيف بيرميابيلتي، هعلي صوتي في الثانيه بقى، دي اللي عاوزه طاقه، وصوديوم بوتاسيوم بومب. يبقى ادي اول احتياج للطاقه ايفن دورينج ريست.
اسمع اللي جاي بقى الاوائل. سؤال هنسأله لك، هل during rest في اثناء الراحه المسلز ار ريلاكسد؟ الاجابه لا. even during rest المسل فيها some degree of contraction، بنسميها المسل تون، دي اللي بتحافظ على البادي بوزيشن. بص لي اهو، يعني ايفن وانا قاعد كده اهو انا دي ريستنج، المسل منقبضه بتاع الظهري، والا عارف لو ما فيش الديجري اوف كونتراكشن ده تلاقيني رحت نازل كده صح. ها ففي شويه كونتراكشن في ظهري تو مينتين البادي بوزيشن، يبقى ايفن دورينج ريست انا ريستنج اهو، انا ريستنج اهو، العضله فيها سام ديجري اوف كونتراكشن اسمها ماسل تون. ده تاني احتياج للطاقه دورينج ريست. اوعى تنسى سؤال مهم جدا في الشفوي دورينج ريست وفي الام اس كيو، ماسلز ار نوت ريلاكسد، فيهم سام ديجري اوف تون. ثالث حاجه ليه بنحتاج طاقه، ان عشان الماسل يعني تختزن جلايكوجين اللي هو هيديها الطاقه، يتكسر الجلوكوز والجلوكوز يديها طاقه، ده عاوز طاقه نفسه. يبقى during rest المسل بتحتاج الطاقة في ثلاث حاجات: resting membrane tension، المسل تون، glycogen formation. ولا تنسى ان السؤال بين ثلاث حاجات اساسية، هنتكلم عن rest والcontraction والrecovery، وكلهم في ثلاث نقاط طريقة يعني تريب مارك بتاع العبد الله، ازاي تجاوب السؤال ده وتاخد لو في حاجة فوق الفول مارك يدوها لك. نيجي بقى الاهم اللي هو contraction. دلوقتي في اثناء الكونتراكشن الماده اللي هتدي الطاقه اسمها ادينوزين ترايفوسفيت، هوامش يعني مش هتكتبها، انما انا عاوز ناس فاهمه، انا مش جاي اقرا معاكم. الادينوزين ترايفوسفيت اللي هو اهم مركب بيدي الطاقه اللي اتكلمتكم عليه، ان ازاي تم اكتشافه في 1929 بالراجل الالماني، بعدين الروسي قال العضله محتاجاه في سنه 35، وبعدين الامريكاني شرح لنا فين الطاقه اهي في الهاي انرجي. فهوامش في دقيقة عشان تفهم، وإذا ما فهمتش مع العبد الله الحتة دي ميبي تقعد بقيت عمرك ما انتش فاهم. إن الأدينوزين ترايفوسفيت بيتكون من أدينين بيز كل الناس عارفاها، ريبوش شوجر سكر خماسي كل الناس عارفاها، وتلاتة فوسفيت بوند كل الناس عارفاها، وتلاتة فوسفيت جروب. بس اللي مش عارفه معظم الناس، الثلاثة فوسفيت بونز دول فيهم اتنين بس هاي انرجي اللي بشاور عليهم اللي هم معوجين دول، واحدة يلا قولها انت دول هاي، ودي انا سامعك غلط مش لو، اوردينري. اوردينري يعني عادية، مش فيها طاقة عادية. افهم بقى مع العبد الله ليه الادينوزين ترايفوسفيت فيه اتنين هاي واحدة عادية، مش واحدة لو، مش اتنين هاي واحدة لو للأوائل. الفوسفرس ده عليه نيجاتيف تشارجز وده عليه نيجاتيف تشارجز، يبقى ايه رايك عشان يتجاذب عشان تمسكهم في بعض، عاوز طاقه كبيره ولا طاقه قليله؟ هم عاوزين يتنافر، ده عليها نيجاتيف ودي عليها نيجاتيف، يبقى عشان امسك الفوسفيت الاولاني في الفوسفيت الثاني محتاج هاي انرجي. طب وعشان امسك الثاني في الثالث ده نيجاتيف وده نيجاتيف بيتنافر، يبقى عاوز هاي انرجي. لكن عشان امسك التالتة في الريبوش شوجر في السكر الخماسي مفيش تنافر، يبقى محتاج طاقة مش قليلة، مش عاوز عبط، اوردينري بوند اوردينري. يبقى لأول مرة قلت لك تعرف حاجة لو معرفتهاش مع العبد الله مش هتقعد تبقى عمرك ما انتش فاهمها، هو ليه الادروجين ترايفوسفيت فيه اتنين هاي وواحدة مش لو، واحدة اوردينري، اتنين هاي واحدة اوردينري، لان دول يتنافروا عشان نمسكهم عاوزين هاي، دول يتنافروا عشان نمسكهم عاوزين هاي انرجي فوسفيت بوند اللي الراجل الامريكاني اتكلم عليها دي في سنه 39 1939 ليبمانز هو اللي قال الكلام ده. وهنا ليه دي مش هاي ومش لو، دي اوردينري لانه فوسفيت ماسك في شوجر مفيش تنافر، يبقى عاوزين طاقه عاديه. طيب بناخد الطاقه منين بقى يا اولاد؟ بص معايا، هنكسر البوند دي عشان الحصول على الطاقة. مين اللي بيكسر البوند بتاعت الأدينوزين ترايفوسفيت؟ جبتها لكم سؤال، هو المايسين اي تي بيز اللي كان موجود في الهيد، فاكر؟
الاتيبيز اكتيفيتي في الماسل موجوده فين؟ في الهيد اوف مايسن. ده لوحده كان سؤال ام اس كيو لسه عاملينه في اول المحاضره. وعشان ما يكسرش الاي تي بي عمال على بطال فقط لما يبتدي الانقباض، فقط لما يطلع الكالسيوم السيركوبلازميك ريتيكولا. ده ايه الروعه دي؟ يعني هذا المايس والاي تي بيز اكتيفيتي ما تبداش والا كسر لنا الاي تي بي على عمال على بطال الا لما نقول لها الانقباض بدا. مين اللي بيسيجنال بيديني اشاره ببدء الانقباض؟ خروج الكالسيوم السيركوبلازميك ريتيكولا. شوف الروعه. فيتكسر الادروجين ترايسوسفيت لطالب ذكي، كل حاجه قلت ثلاثه، هنكسر البوند دي، يبقى المركب فاضل فيه كام فوسفيت؟ بص معايا بالليزر، 2، يبقى هو ادينوزين داي فوسفيت. طب والفوسفيت اللي وقعت دي تدي فوسفوريك اسيد، والبوند هو ده اللي انا عاوزه، تديني طاقه 12000 سعر انرجي. نستغل جزء منهم من 20 ل 25% في الورك زي ما قلناها اذا كان ايزوتونيك، والباقي يسخن العضله. ما تقولش ويست هيت زي باقي والزملاء الاصغر سنا، ما تقولوش للطلبه ويست هيت، مفيش عند ربنا حاجه ويست هيت، سخن العضله. والا كان ليه اللاعبين بيسخنوا قبل ما ينزلوا لو هو ويست؟ لسببين، يقلل اللزوجه ويزود، يقلل حاجه ويزود حاجه، يقلل اللزوجه ويزود انزيماتيك رياكشن، يقلل لزوجه العضله ويزود انزيماتيك رياكشنز. يبقى السؤال الاذكياء فقط، تفتكر الرياكشن ده ايروبيك ولا اني ايروبيك؟ فكر. طالب يقول لي مش عارف. سعد لازم يبقى انيروبيك، مش عاوز اوبشن. طالب قال لي طب ممكن تفهمها لنا ليه لازم يبقى انيروبيك؟ تعال اديك مثال حلو خالص. دلوقتي ده الفيسل اهو لون احمر شويه اهو، لما العضله بتنقبض، تخيل عضله منقبضه، يبقى الفيسل جوه العضله حصل له ايه؟ كومبريست، اتقفل. يبقى في اثناء انقباض اي عضله الفيسلز جواها اتقفلت، سكويز، اتعصرت، مفيش بلاد، مفيش اوكسجين، فما كانش يمكن الانقباض يبقى ايروبيك، لان في اثناء الانقباض العضله لما بتنقبض، لما بتنقبض بتسكويز، بتضغط، بتقفل الفيسلز، نو بلاد نو اوكسجين. يبقى لو كانت ايروبيك عمر ما كان هيحصل انقباض. فبالمخ مش بالحفظ، بالمخ اللي عنده مخ، وهنا فقط بنفهم زي ما بقول، وهقولها تاني ما بحركش، احنا بس اللي فاهمين ديفينتلي ات شود بي انيروبيك، مش عشان هي في الكتاب مكتوبه انيروبيك، لانها لازم تبقى انيروبيك. طيب بصوا معايا، صدق ولا تصدق، مخزون العضله دي جمله تاريخيه، من الادينوزين ترايفوسفيت ما يكفيهاش غير 5 ل 6 ثواني، 5 to 6 seconds of vigorous او ماكسيمم اكسرسايز. يعني طبعا لو عملت اكسرسايز يعني مودريت مايلد هتكفيك اكتر، لكن لو عملت اكسرسايز عنيف جدا هتكفيك 5 ل 6 ثواني بس مخزون الاي تي بي. يا نهار اسود، طب ده احنا اي انقباض في جسمنا عمره ما هياخد 5 6 ثواني، يبقى ناوي ارفيسنج بروبلم. الاي تي بي اللي المصدر الوحيد للطاقه، الوحيد زي ما قال فلاديمير الروسي في سنه 35، خلص بعد 5 6 ثواني، واحنا في الحياه بنقعد نشتغل طول يوم. فكان لزاما يا اولاد ان احنا نعيد تكوين في اثناء الانقباض، نعيد تكوين الاي تي بي من الادرينوجين دايفوسفيت، يعني نعمل ريتشارجنج في اثناء الانقباض. وبقولها اذا كان تكسير الاي تي بي الى 3، ما انا قلت رقم الساعه 3 في اعاده تكوينه من 3، خلاص إعادة تكوينه من 3، إعادة تكوينه من 3، فكل حاجة 3 وعملها لك باللون الأصفر عشان ما تنساش. هنشوف بقى هنكونها إزاي. أسرع طريقة حضرتك عشان ترجع الأدينوزين داي يعني 2 لأدينوزين تراي يعني 3، ناقصك إيه؟ ناقصني واحدة، الاثنين تنقص عن 3 واحدة، يبقى محتاج واحدة فوسفيت. فده اسرع مركب يرجعها لك، موجود في العضله اسمه كرياتين فوسفيت، عنده الفوسفيت اهو اللي مشاور عليها جاهز اهي، مش انت ناقصك واحده هديها لك اهي. فالكرياتين فوسفيت ده اسرع مركب يحول ادينوزين داي الى ادينوزين تراي، وبرضه الرياكشن انيروبيك، مش عاوز اوكسجين. طيب خد بالك بقى، هيسالك للاوائل من هو الفوسفاجين سيستم في العضله؟
هو كل حاجة في العضلة تحتوي فوسفيت، اللي هما اتنين، أدينوزين تراي فوسفيت وكرياتين فوسفيت. أدي فوسفيت بشاور عليها بالليزر وفوسفيت يسموه فوسفاجين سيستم. نسبة الكرياتين فوسفيت إلى الأدينوزين تراي فوسفيت 2-3 مرات. عشان كده الفوسفاجين سيستم طول لك المدة من 5-6 ثواني إلى حوالي 15 ثانية، 10-15 ثانية، 10-15 seconds. يبقى الفوسفاجين سيستم ده هيكفيك 10-15 ثانية. شوف بقى الأسئلة الرائعة اللي يجيبوها هنا. وكان زميلة فاضلة مرة بتقول لي انتوا بتشرحوا الكلام ده هناك ازاي؟ قلت لها اقول لك بنشرحه لهم بطريقة لطيفة للطلبة. ما نجيب لهمش كده نقول لهم اتكلموا على الانرجي سورسز والماسل كونتراكشن، يلا سمع نزل الصفحة فرغ الاسطوانة، لازم الناس تفكر ويبقى عندها معلومات عامة بره الطب. وبحكي قصة في عجالة. أول ما جينا كندا هنا بنتي جت وكانت شاطرة جدا في الرياضة. ففي أول امتحان رياضة جابت 0. اتصلت بيا 0. ليه يا بنتي؟ قالت الامتحان كله جه على لعبة الجولف اللي هما بيحبوها هنا، أنا ما عنديش فكرة عن الجولف. فما فهمتش. يعني خد بالك خدت 0 مش عشان مش فاهمة الحساب. مش فاهمة الموضوع بيتكلم على إيه. قلت لها سيمبلي روحي مش ضروري تبقي لاعب الجولف، مراني شويه على الجولف فهموا، خليكي يعني ايه تداخلي مع المجتمع. When you are in Rome do as Romans do، وعرفي بيلعبوها ازاي الجولف. وفعلا اتعلمت الالعاب وكل حاجه هنا جابت الفول مارك. فوريك بقى بيزد على نفس القياس. جيبوا سؤال جميل قوي يعتمد لو حضرتك ما عندكش معلومات عامه تاخد 0. يقول لك اسرع عداء في العالم هو بطل سباق، يلا جاوب 100 متر ولا 200 متر ولا ماراثون ولا واتيفر. الاجابه 100 متر. اسرع رجل في العالم هو بتاع 100 متر اللي هو من جامايكا هنا، جامايكا ورانا. خلاص تبقى عندك تاني معلومه، ال 100 متر تحتاج اكتر من 10 ثواني ولا اقل من 10 ثواني؟ اقل من 10 ثواني. الانسان خد وقت عبال ما كسر رقم 10 ثواني ده. يعني اللي هو الراجل بتاع جامايكا ده الفظيع. طب انا يبقى عاوز طاقه لمده 10 ثواني، هل ينفع الادرينوجين ترايفوسفيت يكفيني في ال 100 متر ران؟ لا، لانه 5-6 ثواني. انما لما احط عليك كرياتين فوسفيت، يعني ادرينوجين ترايفوسفيت مع كرياتين فوسفيت يبقى مع بعض يسموه ايه؟ فوسفاجين سيستم. ارتفع الرقم من 5-6 إلى 10-15 بس، يبقى يكفيني في ال 100 متر ران. فيبقى لو جاب لك اتكلم على الانرجي سورسز في ال 100 متر ران وكتبت غير الاثنين دول غير الفوسفاجين سيستم تاخد 0. انت حضرتك حفيظ في كتاب بيعلموك تحفظ، بتجيب الصفحه تنزلها، انت ما انتش فاهم حاجه. في ال 100 متر ران الراجل بتاع جامايكا لا يستخدم سوى الفوسفاجين سيستم. ما ينفعش الاي تي بي لوحده، ما تكفيش لانها 5-6 ثواني. ده قيمه الارقام. بيستخدم معها الكرياتين فوسفيت كده زودها الى 10-15. طيب تاني طريقه لاعاده تكوين الاي تي بي، نجيبه من الجلوكوز، نعمل من الجلوكوز ادينوزين ترايفوسفيت. لو حرقنا الجلوكوز بدون اوكسجين يبقى انيروبيك برضه، يسموا ده جلايكوليسيس ويسموا السيستم جلايكوليتيك سيستم. جلايكوليتيك سيستم والمعادله في ابسط صورها، تابع معايا، 1 جلوكوز مع 2 أدينوزين ترايفوسفيت يديني 4 أدينوزين ترايفوسفيت ومصيبة اسمها لاكتيك أسيد. يعني عضلاتك فيها أسيد، أسيد لاكتيك أسيد، عشان كده تحس بوجع رهيب. لاحظت المتسابقين بعد ما بيجروا اللي هي المسابقات القصيرة بيترمي على الأرض من كتر ما تكون جوه رجليه لاكتيك أسيد، رجليها موتاة من الألم. في كذا سؤال هنا يا شباب. الـ ATP to glucose ratio يعني 1 جلوكوز بيدي كام ATP؟ العبط ما بحبوش. 1 جلوكوز مع 2 ATP ادي 4، يبقى حضرتك كسبت كام؟ ما كسبتش 4، كسبت 2. يبقى الجلوكوز to ATP ratio 1-2، لأنك عشان تحصل على الأربعة صرفت 2. أديها بمثال طفولي، حضرتك جالك شيك ب 4 جنيه، حلو؟
بس الحمد لله كسبت 4 جنيه. اه بس الشيك لازم يتصرف، هاخد تاكسي البنك بجنيه، معرفش في حاجه بجنيه ولا لا، وارجع بتاكسي تاني بجنيه، يبقى انا عشان اصرف الاربعه صرفت 2 جنيه. يبقى انا كسبت كام؟ ما كسبتش 4، مش عاوز اعبط، كسبت 2. يبقى ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. في الجلايكوليتيك سيستم الجلوكوز تو اي تي بي ريشيو 1 تو 2، او لو قالك اي تي بي للجلوكوز يبقى 2 تو 1، يعني من كل واحد جلوكوز بنحصل على 2 اي تي بي. طيب هذا اللاكتيك اسيد بيوجع فلازم يبقى ريموت من العضله بكم طريقه؟ ايه رايك انت رقم الساعه دي ايه النهارده؟ 3. اول طريقه ان انا ادخله الكريبس سايكل، احوله البايروفيك اللي هو يسموه السيتريك اسيد سايكل، واحصل على طاقه، يعني ادخله اللي هو الكريبس سايكل. وبرده عشان اقول لكم يا اولاد الكريبس سايكل دي تبقوا عارفينها، دي خدوا فيها جائزه نوبل راجل في فقر المعلومات اسمه هانس ادولف كريبس في 1953، في سنه 1953 حاز على جائزه نوبل، وهو انجليزي بس ولد في المانيا، بتاع السيتريك اسيد سايكل ده. يعني الكريب سايكل دي مش بقالها كتير، دي سنه 1953 واخذ فيها نوبل من راجل اسمه هانس ادولف كريبس. ولازم تقولوا لزملاء الافاضل احكوا لنا عن التاريخ، فهمونا، احنا مش جايين نسمع. فتتخلص من اللاكتيك اسيد ده بتحويله الى بايروفيك عن طريق السيتريك اسيد سايكل والكريب سايكل. طيب تاني كميه تتخلص منها توديه للليفر يتحول لجلايكوجين يختزن هناك. حلو خالص، ليفر بتحب تخزن الجلايكوجين، ده موست اوف لاكتيك اسيد، يعني المعظم بيتحول لجلايكوجين، الموست مش بيتحول لبايروفيك. تالت طريقه كميه صغيره الهارت ممكن يستخدمها دايركتلي از فيول، يعني الهارت من بيقدر يستخدم اللاكتيك اسيد كمصدر للطاقه وهو لاكتيك اسيد. طيب الجلايكوليتيك سيستم ده يزود لك المده لكام؟ 30 ل 40 ثانية فوق ال 15 ثانية. 30 ل 40 ثانية فوق ال 15 ثانية، يعني دخلنا في حوالي 45 ثانية ل 55 ثانية. طيب شوف بقى السؤال يجيبه لهم ازاي. 200 متر ران، 200 متر ران ده بياخد حاجة و20 ثانية. يبقى ما ينفعش الفوسفاجين سيستم، لأن الفوسفاجين سيستم 10 ل 15، يبقى لازم أحط معاهم ال جلايكوليتيك سيستم. شفت سؤالي جابه لهم ازاي؟ ان 200 متر ران قول الانرجي سورسز بتاعت العضله، يبقى الفوسفاجين سيستم مع الجلايكوليتيك سيستم. ده ازاي الناس هنا بتحب البايو ما بتكرهوش لانه من الحياه. طيب يا خبر ابيض، يعني كسرنا الاي تي بي لثلاثه وقعدنا تكوينه من ثلاثه، اتنين منهم لحد دلوقتي بنشتغل في ثواني. يا نهار ابيض، يعني لازم اكسرسايز تبقى في حدود ثواني، ما وصلناش دقيقه، دقيقه دي ما شفناهاش لسه. يعني الفوسفاجين سيستم والجلايكوليتيك سيستم الدقيقه دي ما شفناهاش. تعالى بقى ندخل في ثالث واخر رياكشن اللي هو الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. ان احنا بقى لو اكسدنا الجلوكوز باوكسجين مش كسرناه بمعزل عن الاوكسجين، لما نكسر الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين يسموها جلايكوليسيس او جلايكوليتيك سيستم. لما يسألك حتى في البايو ما هو الجلايكوليسيس، تكسير الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين، لما تكسره بالاوكسجين يسموه اوكسيديتيف فوسفوريليشن. تعال نشوف ايه القصه. هنا واحد جلوكوز برضو مع اثنين ادينوزين ترايفوسفيت، مش هيدي اربعه بقى، يدي 40، حتى الرقم سهل تتذكره. هنا بيدي اربعه، هنا بيدي 40، هنا اربعه، هنا 40، تتنسي ازاي؟ هفيك التقابل ما بينهم. وفي ميزه تاني، يدي كربون دايكسيد وميه، مفيش لاكتيك اسيد يوجعك في العضلات. هنا لاكتيك اسيد، هنا كربون دايكسيد وميه. الكربون دايكسيد هيروح لحاله عن طريق اللانجز والميه ما بتوجعش خلاص. وكميه الطاقه اللي ممكن تحصل عليها بقى انليميتد. اه هو ده بقى، لما 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 بنعمل حاجات اكتر من ثواني لازم نستخدم كله على فكره، مش نستخدم دي بس. يعني الفوسفاجين سيستم في 100 متر، طب الفوسفاجين سيستم مع الجلايكوليتيك في 200 متر، طب في الماراثون كله، لان الماراثون بيجروا بتاع ساعتين.
واحد بيسالني طب فقره المعلومات العامه ايه هو الماراثون ده؟ يا سيدي احكي لك، ما عشقت مثل عشقي للمعلومات وللنظام يا رب. الماراثون ده قصه بتعود الى سنه 490 قبل الميلاد بي سي، 490 بي سي before Christ. ده جندي يوناني كانوا بيعملوا حرب في بلد اسمها ماراثون ضد الفرس اليونانيون، وهزموا الفرس. فالجندي ده فرح جدا، اليونان البلد الصغيرة دي هزمت الفرس، فجري لمسافة 25 ميل من ماراثون اللي هي مدينة ماراثون إلى أثينا، وقال لهم انتصرنا ووقع مات. فتخليدا لذكرى هذا الجندي بقى النهاردة في الأولمبياد اللي بدأتها اليونان في العالم كله، الأولمبياد لازم فيها مسابقة الماراثون دي، يجروا اللاعبين حوالي 25 ميل تخليدا لهذا الجندي اليوناني اللي هو جري المسافة دي ليخبرهم بانتصارهم على الفرس، ثم وقع صريع الموت من كتر الإجهاد في سنة 490. طب يبقى الماراثون هجري ساعتين، لما يقول لي بقى ده ازاي بتيجي الأسئلة هنا في الام اس كيو؟ في الماراثون حضرتك هتستخدم ايه؟ استخدم كله، استخدم الفوسفاجين سيستم اي تي بي ده ادوني 10 15 ثانيه، والجلايكوليتيك سيستم زودوها فوق ال 10 15 30 ل 40، انما عشان ادخل في ساعتين يبقى لازم ادخل في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. ده ازاي بتيجي الاسئله يا اولاد؟ وازاي بيبقى البايو هنا لطيف؟ الناس هنا بتحب المذاكره لانها مش مذاكره، يعني بيخاطبوا العقول هنا. طيب السؤال هيسالك نفس السؤال يا اولاد، الـ ATP to glucose ratio في الأكسيديتيف فوسفوريليشن هنا كان 2-1، يعني 1 جلوكوز بيدي 2 ATP، هنا بقى 1 مع 2 يدي 40، حلها أنت، بيدي 40 بس لازم تصرف 2، يبقى تكسب كام؟ 38، كمية رهيبة جدا. ده المصدر الرئيسي. دلوقتي فهمنا ليه يا أولاد؟ ليه ربنا خلق الإنسان إيرابيك؟ يعني ليه بنتنفس وناخد اوكشن؟ لان هذا بدون هذا الاوكشن اديك فهمت القصه، كنا هنبقى انيروبيك اورجانيزم، كانت هتبقى طاقه محدوده لا تكفي الا للثواني. بدخول الاوكشن في المعادله اصبحت الطاقه انليميتد، لا حصر لها، اعمل ماراثون، اعمل سباحه طويله زي رحمه الله صديقي ابو هيف اللي على اسمه في 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 بلاش في اسكندريه، وكان في عضو في نادي الجزيره معانا، وراجل طيب جدا، وكان دائما احب اذكره بكل خير اما يفوز وياخد مبلغ كبير، وزملائه السباحين التانيين المصريين برضه او العرب ما فازوش بحاجه، وبياكلوا ويعملوا تمرين ويروحوا وما خدوش حاجه، كان يوزع الفلوس بتاعته على كل الناس الثانيه عشان الكل يتشارك في الجائزه. ايه الاخلاق دي؟ بحب اذكره، رحمه الله ابو هيف. فده في سباحة المسافات الطويلة بيبقى بالحكاية دي. طب هل الجلوكوز هو المصدر الوحيد للطاقة في الماسلز؟ لا، هو المصدر الأساسي، بس في حاجتين تانيين، بصوا يبقوا ثلاثة برضو، free fatty acids especially لو كان prolonged exercise، وأمينو أسيد بتتحول لجلوكوز بالجلوكونيجينسيس في الليفر وتدي طاقة. يبقى مصادر الطاقة ده كسؤال فرعي ثلاثة، يبقى خد بالك كل حاجة يا أولاد ثلاثة عشان ما تتوهش. قلنا ما عشقت مثل عشق للنظام، هتتكلم في كام نقطة في الموضوع ده لو انت عاوز يعني تدي محاضرة، مش تجاوب إجابة سؤال، انت هنا وهنا فقط تصنع الأوائل، انتوا بس اللي فاهمين بلا خجل. شكرا. اتكلم قبل الانقباض during rest، اثناء الانقباض contraction، ثم بعد الانقباض. اهم حاجه طبعا during contraction، مش هعيد بقى، انت هتعيد الفيديو. الاي تي بي اتكسر الى ثلاث اهو، لما تكسر البوند يبقى فاضل اثنين، ادينوزين داي فوسفيت، والفوسفيت دي اللي وقعت تبقى فوسفوريك اسيد، والبوند تدي طاقه 5 ل 6 ثواني، فلازم تعيد تكوينه في اثناء الانقباض من ثلاث. انت ناقصك ايه؟ فوسفيت. يبقى اسرع طريقه هات مركب فيه فوسفيت، كرياتين فوسفيت فوسفيت، فيسموهم مع بعض اي تي بي ادينوزين تراي فوسفيت وكرياتين فوسفيت، يسموهم فوسفاجين سيستم، تزودها لك الى 10 ل 15 100 مره.
تكسير الجلوكوز بمعزل عن الهواء يعني جلايكوليس. الواحد استهلك 2 يديك 4، الواحد يكسبك 2 ويديك مصيبة لاكتيك أسيد، تتخلص منه بثلاث طرق، كل حاجة 3. ده يزود لك المدة برضو ثواني، من 10 15 ثانية زادوا 30 40 ثانية فوق ال 10 ل 15، 200 متر يعني. انما الحياة بقى الماراثون، سباحة المسافات الطويلة، المجهودات اللي بنعملها طول يوم، ده لازم الاوكسجين يدخل في المعادلة. يبقى خد بالك في كل الرياكشنز دول انيروبيك، لو عندك فوق ملاحظة دي الوحيدة اللي ايروبيك، حتى يسموها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، ايروبيك سيستم، اوكسيديتيف فوسفوريليشن ايروبيك سيستم، بقى كله انيروبيك. ليه؟ لان هنا الوان جلوكوز ما بيديش 2، بيدي 38 بعد خصم من 2 من 40 يدي 38، وما بيديش لاكتيك اسيد يوجع، بيدي كربون دايكسيد وميه. ثم الاوائل تقول مصادر الطاقه في العضله اهم حاجه الجلوكوز في اثناء الاكسرسايز، لكن لو برولونجد فري فاتي اسيد ممكن امينو اسيد تحول الى جلوكوز بجلوكونيجينز. فبنيجي بعد الانقباض during recovery حاجه اسمها اوكشن دات، دات يعني سلف يا ولد. البي almost silent اوكشن دات، ما تنطقش البي. دلوقتي انا احكي لك قصه صغيره لطيفه قوي، احب احكيها بالطريقه دي. انا بتصور الاتي، ان انا عاوز الف في تراك في النادي، فبتخيل كده حديث وهمي يعني، فروحت العضله قلت لها العضلات بتاع جسمي انا عاوز الف كده حوالين التراك. قالت لي طيب اللفه دي هتحتاج 10 دقائق جري، وانا هحتاج المسلز، المسلز بتقول لي هحتاج 1000 سنتي اوكسجين. الارقام كلها يعني هزليه لا علاقه لها بالواقع، 10 دقائق وعاوز 1000 سنتي اوكسجين. فانا جريت على اللانجز قلت لها لانج انا عاوز الف العضلات، قالت لي لو وفرت لي 1000 سنتي اوكسجين في 10 دقائق هلففك. فاللانج قالت لي، الرئه قالت لي انا اسف انا في 10 دقائق ما اقدرش اوفر غير 700 بس. يا ستي يهديكي يرضيكي، ده العضلات بتقول الموضوع هياخد 10 دقائق وعاوز 1000 سنتي، ما تدينا ال 1000. قالت لي بص في 10 دقائق اقدر اديك 700. فرجعت للعضلات وقلت لها مش نافعه القصه دي. قالت لها ما تزعلش، هي هتديني كام في 10 دقائق؟ قلت لها 700. قالت لي انا لسه ايه عليها كام؟ المسلز دائنه لللانج بكام؟ قلت لها تبقى مدينها ب 300. قالت لي تدهمني ايميديتلي بعد الاكسرسايز. انا موافقه، انا مش هزعلك، هجريك حوالين تراك برغم ان انا خدت 700 وكنت محتاجه 1000، بس ال 300 الباقيين اللانج تدهمني ايميديتلي بعد الاكسرسايز في الريكفري. هو ده الاوكشن ديت. ما لاحظتش انت الحكايه دي اول مره تاخد بالك منها، ان اي اكسرسايز بنعمله الاكسرسايز خلص وقعدنا خلاص اهو، انما بعد الاكسرسايز والوقت ايه ده انت بتنهج ليه؟ اللانك بتدفع اللي عليها للعضلات، هو ده الاوكشن ديت. ولولا هذا الاوكشن ديت ما امكن للانسان انه يعمل اي اكسرسايز، لان اي اكسرسايز العضلات بتحتاج اوكسجين اكتر من اللي يمكن ان توفره الرئتان. العضلات محتاجه اكتر، عضلات لذيذه جدا، قالت لك يا سيدي هعملهولك بس بعد ما يخلص تديني الباقي ايميديتلي في ريكفري. فانت بتدي اللانج بتدي اللي عليها العضلات، هو ده الاوكسجين ديت. هنتكلم عليه في كام نقطه تفتكر؟ ايه رايك؟ الموضوع ده تتكلم في كام نقطه؟ ثلاثة، كل حاجة ثلاثة من إبداعات عبد الله. You never forget it. موضوع بهذا الكم معلومات كل حاجة ثلاثة، مش أحلى من كده. ما هو تعريف الأوكشن ديت؟ ديفينيشن. وبعدين الكوزيس ثاني نقطة، وبعدين السيجنيفيكانس. يبقى ثلاث نقط. إيه رأيك الديفينيشن؟ ثلاث كلمات. ما هو الأوكشن ديت؟ هو الأوكشن كونسيومد إن إكسس. في طالب يقول لك during recovery، الاوكسجين اللي بنستخدمه during recovery غلط يا بابا، فكر بلاش غباوه. هو انا لو ما عملتش اكسرسايز يعني كنت ما بستخدمش اوكسجين، يعني لو ما فيش اكسرسايز انا قاعد كده من غير اكسرسايز انا عندي بيزل اوكسجين كونسامشن.
يبقى الديت هو اللي هاخده فوق البيزل. افهم، مش كل اللي باخده في ريكفري ده ديت. ما انا من غير اكسرسايز كنت هاخد شويه صغيرين بيزل. اللي انا مدان بيه، اللي الرئه مدانه بيه، هو اللي باخده فوق البيزل ده الاوائل. يبقى الديفينيشن ثلاث كلمات: الفوليوم كونسيومد، الاوكسجين كونسيوم ان اكسس تو بيزل، زياده عن البيزل دورينج ريكفري. يبقى كم كلمه؟ ثلاثه: الاوكسجين ان اكسس تو بيزل دورينج ريكفري. طيب نيجي الكوزس، هقولها برضو بطريقة لطيفة جدا. أنا رحت قلت العضلات يا عضلات ديسكشن وهمي، هو مش الاكسرسايز خلص خلاص؟ قالت لي آه. قلت لها طب أنت ليه بعد ما الاكسرسايز خلص والحمد لله وخلصنا اللي عاوزينه بتطالبي الرئة بالأوكشن؟ ما هي خلاص الاكسرسايز خلص. فبصت لي كده العضلة وضحكت وقالت لي طب حلو قوي، يعني انت ده اول واخر اكسرسايز هتعمله ولا ناوي مستقبلا تعمل اكسرسايز تانية؟ قلت طبعا ناوي اعمل بعد كده. قالت لي عشان كده انا بطالب هذا الاوكشن. ليه؟ قالت لي ارجاع كل شيء الى سابق عهده. ايوه انا ما احتجتش هذا الاوكشن في الاكسرسايز، بدليل ان انا عملت الاكسرسايز من غيره، لكن محتاجه عشان ارجع وضعي لسابق عهده عشان اقدر اعمل لك اكسرسايز مسبقا. فقلت لها طب قولي لي بتستخدميه في ايه؟ تفتكر في كام حاجه؟ ثلاثة خلاص. ريفورميشن، مش الاي تي بي اتكسر والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين؟ يبقى ريفورميشن وادينوزين ترايفوسفيت كرياتين فوسفيت اند جلايكوجين. العضله احتاجت هذا الاوكشن عشان تعيد تكوين الادينوزين ترايفوسفيت والكرياتين فوسفيت اللي هم الفوسفورين سيستم والجلايكوجين عشان تقدر تعمل لي اكسرسايز بعد كده. طيب العضله فيها مايوجلوبين زي الهيموجلوبين بيتاخد من الاوكسجين، لان في اثناء الانقباض قلنا ما فيش بلاد جاي، فبناخد شات اوكسجين من اللي موجود في المايو. مايو يعني عضله، مايوجلوبين. يبقى تو ريفيل المايوجلوبين ويز اوكسجين. ومش قلنا يا اولاد ان بيتكون لاكتيك اسيد؟ اه، عشان نعمل ريموفال لللاكتيك اسيد، اوكسيديتيف ريموفال اوف لاكتيك اسيد، عشان نشيل اللاكتيك اسيد ده. فلهذه الاسباب الثلاث بنحتاج الاوكسجين بعد الاكسرسايز في ريكفري برغم ان الاكسرسايز خلص. حفظتها لي اجابه طريقه جميله جدا ساخره بس عشان تفكرها. لماذا تطالب العضلات الرئتين باكسجين برغم الاكسرسايز خلص؟ علشان خاطر عيون ريري. يبقى خد بالك الثلاثه ري 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 فورميشن اوف اي تي بي كرياتين فوسفيت اند جلايكوجين، ري فيل المايوجلوبين ويز اوكسجين، ريموفال اوف لاكتيك اسيد، اند يو نيفر فورجيت ذا ريست اوف يور لايف. لماذا ليه بننهج بعد الاكسرسايز؟ ليه احنا مدانين باوكسجين؟ لاعاده الوضع الى ما سبق عهده، عشان خاطر عيون ريري تو ريفورم اي تي بي كرياتين فوسفيت اند جلايكوجين، تو ريفيل المايوجلوبين ويز اوكسجين، تو ريموف اللاكتيك اسيد. ايه السيجنيفيكانس؟ انت عارفها بقى النقطه الثالثه. بدون الحكايه دي ما كناش هنعمل اكسرسايز. دي بتمكننا ان احنا نعمل اكسرسايز وذ انسفيشنت اوكسجين، ان الرئه ما بتقدرش تدي الكميه اللي محتاجاها العضلات في الزمن المتاح، فاللي ما بتدفعوش في الزمن المتاح بتدفعه بعد كده، حاجه زي اللي هو الليسين كده، التقسيط. تشتري حاجه ما معكش فلوسها، تدفع شويه دلوقتي والباقي بعدين، والا ما كنتش هتمتلكها خالص. يبقى السيجنيفيكانس سبحان الله to perform an exercise with insufficient oxygen. ده الإجابة مش النموذجية، قول بقى فوق النموذجية شوية. وأنا خد بالك أنا شرحت بايو وبقولها برضه، لو كنت هشرح بايو هشرح أناتومي always هشرحه different. عارف ليه؟ لسبب أنت عارف، لأنه وراء الخلق خالق. يبقى ما فيش نظام أبدع من ذلك، وما عشقت مثل عشق النظام. يبقى اتكلمنا في ثلاث نقاط: قبل واثناء وبعد، rest contraction and recovery. كلهم في كام نقطه؟ ثلاث نقاط. لماذا احتاجنا اوكسجين ديورينج rest؟ لثلاث اسباب تبقى تسمعها. طب نيجي الكونتراكشن، تكسير الادينوزين ترايفوسفيت اللي شرحته لك ليه في اثنين هاي انرجي مش ثلاثه، اول مره واخر مره حد يفهمها لك. تكسيره الى ثلاث وإعادة تكوينه من ثلاث.
ثم بعد كده بعد ريكفري ليه بننهج بعد اي اكسرسايز؟ ديفينيشن كوزز اند سيجنيفيكانس. والكوزز اوعى تنسى ده اهم سؤال بيتسال الشفوي، وات ار ذا كوزز اوف اوكسجين ديث. هتبتسم لانك هتفتكر انا قلتها ازاي، والطلبه بيقولوا بنسمع صوتك وتقول عشان خاطر عيون ريفورميشن ريفيل اند ريموفال. كان هذا هو الموضوع الثاني. تقل موضوع الثالث وهو factors affecting skeletal muscle contraction. العوامل التي تؤثر في skeletal muscle contraction. في جامعتنا المصرية بيحبوا يقولوا خمس عوامل، أنا في تصوري مفروض يقولوا temperature يبقوا ست عوامل. however يعني هبتكلم عليها في عجالة كده. Factors affecting skeletal muscle contraction. هذا هو الموضوع الخامس المهم والأخير في skeletal muscle. في بعد كده موضوعات أقل أهمية ما بتاخدش دقائق كل واحدة. بس يعني I hope نقدر نخلص الجزء ده بإذن الله. إذا ما كانش ممكن ناخد break ونرجع تاني نكمله. Factors affecting skeletal muscle contractions. أهم فاكتور وأصعب فاكتور هو أول واحد، وده بيجي فيه أسئلة إذا ما فهمتوش كويس مش هتعرف تجاوب. Types of muscle fibers. كنت ناسي أفكرك في كم نوع من الانقباض، كيف تنقبض العضلات؟ بطريقتين، isometric وisotonic. حقيقة الأمر مش بإحدى الطريقتين، بالطريقتين معا. في كم نوع من المسل فايبرز جوه المسل؟ كل عضلة مش بتحتوي على احدى نوعين، انها بتحتوي على نوعين معا بدرجات متفاوتة. ده الاجابة الصح، لو النوعين كميات متفاوتة. ففي عندي نوع من المسل فايبر اهو هشاور لك عليه بالليزر، اسمه سمول ريد فايبرز او تايب 1. وفي نوع تاني اسمه فاست سريع بيل شاحب ولارج كبيرة، هي شايف نسبيا كبيرة لما قارنها بديها تلاقي دي كبيرة، سموها تايب 2B. وهقول لك فين تايب 2A، هنتكلم عليه كلمة واحدة بس. صار بعد استعجب الناس يدخلوا الطلبة في ديتيلز كده، وفي الاخر حتى يعني بتأس اللي بيشرح واللي بيسمعه، يعني فقد شيء اعطيه هو مش مستوعب القصه. ودائما قلت لكم يا شباب انا بحب اشرح شرح طفولي خلاص. انا بدل ما ندخل ان في نوعين من المسل فايبر، في نوع احمر وصغير خلاص، ونوع كبير احمر وصغير وبطيء، وفي نوع كبير وشاحب وسريع. طب انا هقول لك حاجه مش هتنساها ذا ريست اوف لايف. دلوقتي اما في نروح كده لاصحابنا في اعماق الريف المصري الجميل، بعدين نروح لواحد صاحبنا يقول لي بص تحب اوكلك لحمه حمراء ولا لحمه بيضاء؟ لحمه ايه؟ حمراء ولا بيضاء؟ حمراء يعني بيها لحم بقري مثلا، البقره اللحمه تبقى حمراء، حتى عند الجزار يقول لك هديك حته لحمه حمراء. لحمة بيضة يعني بيها الطيور على سبيل المثال الفراخ، صدور الفراخ بيضة. بس انت كده the rest of your life will never forget it. ما الفرق بين شوف كلام طفولي اهو، ما البقرة والفرخة؟ البقرة بيحطوها في الساقية، الانقباض بتاعها بيبقى بطيء لكن تقعد طول اليوم تلف في الساقية، يبقى slow اهي بس high resistance to fatigue، مقاومة للتعب ما تعبش. بينما عاوزك تتخيل الفرخ اللي هو الفاست بيل، الفرخة كده بتحرك جناحها بسرعة جدا، لو هي بترفرف كده يبقى رابد، لكن طبعا مش ما تقدرش تعمل اي مجهود، it's less resistant to fatigue. كده يبقى انت فهمت ليه ربنا عامل نوعين من الفايبرز. لو انت عاوز ما تتعبش بس هتبقى ببطء، حتى يقولوها في المثل الانجليزي slowly but surely، slowly but surely، يبقى small red. لو انت عاوز انقباض مش عاوز مجهود بس سريع جدا، تبقى الفرخة. ف
فرخه صدرها ابيض فيها سبين ولارج فايبرز. الفايبر هي اللارج، مش بقول الفرخه اكبر من البقره، مش عاوز غباوه. الفايبر الواحده في الفرخه اكبر من الفايبر الواحده في البقره. تعالى بقى نشرح موضوع، هشرح النص وانت تشرح النص تاني. ستراكشر بتاع البقره سمول ريد فايبر اللي هي تايب 1، خلاص بتبقى سبلايد بسمول موتور نيرون، يبقى هي الماسل فايبر سمول، وبالطبيعي النيرون اللي بيديها برضو سمول. وتتميز مصادفه جميله انها سلو كونتراكتايل ميكانيزم، يبقى حلو حتى تاتا اس، يبقى سمول ريد فايبر ده الماسل سبلايد بسمول موتور نيرون، ده العصب اللي بيغذيها. وتتميز السمول دي بانها سلو بس سلولي بس شورلي، سلو بس ريزيستنس وفتيج. المثل الانجليزي كده يقول لك بطيء بس اللي هو سلو كونتراكتايل ميكانيزم بس هاي ريزيستنس وفتيج. تمشي البقره في الساقيه كده ببطء بتاوده لكن ما تتعبش. اما عشقت كمل مثل عشق الايه؟ سامعكم النظام. يبقى انا عاوز اجاوب نقطتين هنا يا اولاد للاوائل. عاوز اقول هي ليه سلو وليه ما بتتعبش؟ ده طريق شرح لعبد الله. عشان كده قلت لك ببتئس لما الاقي حد بيقولها للطلبه بطريقه مختلفه. طالب كله داخل في كله. المعلومات مش واضحه، انما احنا هنا زي ما بقول كما السكين في الزبد. Everything is clear. يبقى عاوز اوضح لماذا هي بطيئه ولماذا لا تتعب؟ دي حاجه ودي حاجه. نبتدي ليه ما بتتعبش؟ ليه بتقعد في الساقيه اليوم كله؟ ليه هاي ريزيستنت فاتيج؟ ده متعلق بالادينوزين تراي فوسفيت. يعني اديك مثال وبقول لك على المساخر في بعض الكتب في جامعاتنا المصريه. يعني الموضوع ده معتمد على الموضوع اللي قبله، انك تبقى فاهم الميتابوليزم في الماسل. صار لما لقيت بعض الكتب يكتبوا الموضوع ده بعدين الميتابوليزم، طب الطالب هيفهم ازاي؟ هشرح لك ايه القصد. دلوقتي عشان ما تتعبش لازم ما تخلص الادينوزين ترايفوسفيت. ما خلص الادينوزين ترايفوسفيت مفيش مصدر للطاقه، تعبت. يبقى التعب متعلق بالادينوزين ترايفوسفيت. عشان ما تتعبش لازم الاي تي بي ما يخلصش. طيب يبقى تعمل ايه؟ تزود الفورميشن تكونه كتير وتقلل اليوتيلايزيشن. برضه طالب يقول لي ما تقولها لنا اساليبك الطفوليه اللطيفه دي. قلتها لك قوي قوي. ليه شخص ما يفلس؟ عشان ما يفلس ما يخلصش فلوسه اللي هو الاي تي بي اللي هي مصدر الطاقه، لازم حاجتين: يكسب كتير ويصرف قليل. بس خلصت. يبقى لازم يكسب كتير ويصرف قليل. يبقى عشان هي ما تتعبش لازم الاي تي بي ما يخلص، يبقى لازم تكسب كتير، الفورميشن يبقى كتير وتصرف قليل، يوتيلايزيشن بقى ايه؟ قليل. حلوه، تبقى ليها فكره. طب تصرف كتير، ارجع بقى للي قلته لك في 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 الموضوع السابق. مين اكتر طريقه بتكسب ادينوزين ترايفوسفيت؟ الجلايكوليتيك باث واي اللي الواحد بيدي 2، ولا الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي الواحد بيدي 38؟ قولها انت. طبعا الاوكسيديتيف باث واي. فانا بستعجب يا اولاد، يعني ازاي تشرحوا الموضوع ده وبعديه يشرحوا الميتابوليزم؟ ببص كده بقول ده 100% يعني كان الله مش في عون الطلبه، فاقول له بيشرح ده هو اساسا مش فاهم حاجه. يعني الترتيب يدل على عدم الفهم. ما هو لو فاهم ان ده مترتب على ده كان شرح زي الترتيب اللي قاله عبد الله، ان انا اقول لك الميتابوليزم وبعدين انتقل الموضوع ده، مش اعكسه وابتدي بده اقول لك اصل اوكسيديتيف فوسفوريليشن بتدي كتير وانت ما انتش عارف حاجه. طيب من اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، يبقى عاوز ايه يا اولاد؟ عاوز اوكسي. اوكسيديتيف فوسفوريليشن عاوز اوكسي. يبقى كل حاجه متعلقه بالاوكسي لازم تبقى كتيره. الميتوكوندريا اللي فيها الاوكسيديتيف انزيمز تبقى كتيره. البلاد هيموجلوبين اللي بيحمل الاوكسجين يبقى كتير، يبقى لازم مور كابيلريز، مور ميتوكوندريا اند مور كابيلريز. والمايجلوبين اللي بيختزل الاوكسجين في المصل اللي هو زي الهيموجلوبين، بس الهيموجلوبين في الدم انما المايجلوبين في المصل يبقى كتير. يبقى شايف كلام ازاي؟ واحد بيزد على فهم،
عشان ما تتعبش، عشان ما تخلصش الاي تي بي، عشان الانسان ما يفلس لازم يصرف قليل ويكسب كتير. فلازم تكسب كتير. انهي باثوي اللي بيكسب كتير؟ الاكسيديتف. يبقى كل حاجه متعلقه بالاكسجين تبقى كتيره، مور ميتوكوندريا، مور كابيلاري، مور مايجلوبين. فهمت يا ليه لونها احمر؟ طالب قال لي اه طبعا، لان فيها هيموجلوبين ومايجلوبين ودول لونهم احمر، فيهم حديد. والاكسجين بيتشال على مين؟ على الحديد، والحديد احمر، الاهلي حديد لونه احمر. خلاص، this is why it's red. لطالب اسكى بقى، معرفش بقى بيقولوها ازاي دي، يقول لي طب ليه يا سمول؟ يعني ريد عشان فيها بلاد هيموجلوبين فيه حديد، والحديد احمر، كل حاجه فيها حديد احمر، ومايجلوبين فيه حديد بيختزل اكسجين احمر. طب ليه سمول؟ الاجابه الاسكاء فقط تسمع التفسيرات هنا، انا مش جاي اقرا معاكم. احنا قلنا في الاكسيديتيف فوسفوريشن شرحناها، الوان جلوكوز موليكيل بيدي كام؟ بيدي 40 ونستهلك 2، يبقى بيدي كام في النهايه؟ 38. يعني 1 جلوكوز موليكيل بيدي 38 اي تي بي، يبقى مش محتاج تحوش جلوكوز كتير في الفايبر، تحوش صغيرين، لان الواحد بيدي كميات رهيبه وعليها دم، هتحوش قليل يبقى المخزن صغير، تبقى سمول. This why it's small. We don't need to have a lot of glucose to generate ATP. ده الواحد هيدي 38، حوش صغيرين. This why it's small. وليه حمراء؟ عشان متعلقة بالأكسجين. طب هي بتكسب كتير لأنها استخدمت الأكسيديتيف باثوي. More mitochondria, more capillaries, more myoglobin. This why حمراء؟ عشان فيها هيموجلوبين حديد كتير، مايجلوبين حديد كتير، لون أحمر. وليه سمول؟ لناس فاهمة، وأنتوا بس اللي فاهمين. عشان 1 جلوكوز موليكيل بيدي 38. I don't need to store a lot of glucose, a lot of glycogen في المصل، ما هو glycogen هو ده مخزن الجلوكوز. عاوز كمية صغيرة، الواحد هيدي 38. طيب، وتصرف قليل، يبقى أنت بقى بتقولها، يبقى نقلل يوتيلايزيشن، يبقى عندها low ATPase activity. تكسب كتير، increase formation of oxidative pathway. وديكريزد يوتيلايزيشن لو اي تي بي اكتيفيتي، يبقى الهيد اوف مايسن عندها الاي تي بيز اكتيفيتي ضعيفه عشان ما تكسرش الاي تي بي بكثره. يبقى فسرنا ليه ما بتتعبش. طب ليه سلو؟ ده موضوع تاني خالص. سلو كونتراكشن، سلو ريلاكسيشن، من بطل مسرحيه الانقباض؟ طالب قال لي اقول لك، كالسيوم عملتها انت في مسرحيه، اللي هو مختزن فين؟ في محبسي اللي هو التيرمينال سيستيرني، الانتفاخات النهائيه بتاعت ساركوبلازميك ريتيكولوم. فهي عندها سمول ساركوبلازميك ريتيكولوم، كل حاجه فيها سمول، حتى هي سمول ساركوبلازميك ريتيكولوم. فالريليس بتاع الكالسيوم سلو، طلوع الكالسيوم سلو، والري ابتيك اوف كالسيوم سلو، الكالسيوم بامب عشان يرجع تاني سلو ريليس وسلو كالسيوم بامب، فبقى الموضوع سلو. يبقى الساركوبلازميك ريتيكولم بتاعها ضعيف، يبقى سلو ريليس، يبقى كونتراكت، لانه ليس اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم، اهو ساركوبلازميك ريتيكولم ليس اكستنسيف، وسلو بامب وعليه يبقى الطلوع بطيء والخروج والدخول تاني بطيء، يبقى سلو كونتراكشن سلو ريلاكسيشن. تفتكر اني عضلات، يعني الاكزامبل، الماسلز ادابتد فور لونج بوشر، العضلات اللي هتعمل يعني فور لونج بوشر زي الباك ماسلز. انا قاعد معاك اهو بقالي ساعه ونص، لازم الباك ماسل تقعد منقبضه ساعه ونص والا اتكوم على الترابيزه قصادي، زي السوليس في الليج. واحد واقف عسكري مثلا، واقف في تشريفه، مش عاوز سرعه بس عاوز ما يتعبش، يبقى العضلات دي تبقى معظمها، مش فقط اللي هي سمول ريد اللي هي تايب 1، او لاعب بيعمل اكسرسايز انديورنس اكسرسايز، بطل في الماراثون هيجري لمده ساعتين. تصور التمرين بيغير، دي نقطه رائعه، بيغير نسبه المسل فايبرز داخل العضله،
الناس اللي بتعمل اكسرسايز بياخد مدة طويلة سباحة مسافات طويلة ماراثون صمها، وهذا التمرين يقلب عضلاته الى مور سمول ريد اللي هي ما بتتعبش وبطيئة وليس بيل فاست. وطبعا في الاولد ايج تعرف احنا في الاولد ايج عايزين نتحمل، مش عايزين نجري، مش عايزين نبقى فاست، بس عايزين نقدر نحتمل. فده الاكزامبل. انا عاوزك بقى تشرح لي الناحية التانية حضرتك، تقول لي الفاست بيل اللي هي بتبقى لارج، انت هتقول بقى معايا اللي هي يسموها تايب 2 بي، يعني الاولانيه كانت تايب 1 دي تايب 2 بي، بتبقى لارج اهي وبيل شاحبه اللي هي الفرخه وفاس سريعه لما بترفرف، واللي لارج فايبر لها لارج موتور نيرون اهو، الموتور نيرون بتاعها كبير اهو، لارج موتور نيرون، يبقى لارج فايبر لارج موتور نيرون، وهي بالعكس تماما ليس ريزيستنس وفاتيك، يعني بتتعب بسرعه ولكن خدت ميزه بقى، ما كل حاجه لها عيب ولها ميزه، دي بتتعب بس راكد، التانيه ما بتتعبش بس سلو. شوف الروعه، الله عادل يا اولاد، هنا تتعب بس راكد. دلوقتي عاوز طالب فاهم بقى، تتعب حاجه والسرعه حاجه تانيه، تتعب دي متعلقه بكميه مصدر الطاقه اللي هو الادرينوجين ترايفوسفيت، بتتعب انها بتخلص الادرينوجين ترايفوسفيت بتاعها بسرعه، مش كده بتتعب سريعه ليه؟ لان خروج الكالسيوم بسرعه ودخول الكالسيوم بسرعه يبقى عندها مور اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم، الساركوبلازميك ريتيكولم بتاعها محترم، يبقى تاني معاش النظام، يبقى الفتيج متعلق بالادرينوجين ترايفوسفيت، الفتيج متعلق بالادرينوجين ترايفوسفيت، بينما السرعة والبطء متعلق بالساركوبلازميك ريتيكولم. انت اشرح بقى ليه بتتعب؟ لانه بتفلس، بتخلص الاي تي بي، الفورميشن قليل واليوتيلايزيشن كتير، خلاص يعني بتعمله قليل وبتستهلكه كتير، عشان كده بتفلس، بتكسب قليل وبتصرف كتير، تكسب قليل فورميشن قليل تصرف كتير انكريز يوتيلايزيشن. يبقى بتستخدم انهي باث واي بقى؟ بتكسر الجلوكوز بانهي واسط باث واي؟ جلايكوليتيك اللي هو بمعزل عن الاوكسجين. خد بالك ده هيديها ميزه السرعه، لانه طبعا تكسير الجلوكوز من غير اوكسجين اسرع من تكسيره بواسطه اوكسجين. يعني بس طبعا هتخلصه بسرعه. جلايكوليتيك باث واي، لان الجلايكوليتيك باث واي ده ال1 جلوكوز موليكيول مع 2 اي تي بي يدي 4 بيدي 2، يبقى الفورميشن قليل جدا، الواحد بيدي 2 في النهايه. طيب وفي الحاله دي يبقى هي مش عاوزه اوكسجين لانها جلايكوليتيك، معتمده على الجلايكوليتيك، يبقى عندها ليس ميتوكوندريا، بالعكس ليس كابيلاريز، ليس مايجلوبين. طب جاوبني بقى حضرتك، هي ليه لونها بيل يعني مش حمراء؟ عشان الكابيلاري بتاعتها اللي فيها هيموجلوبين قليله، الهيموجلوبين قليل والمايجلوبين قليل، وهم دول اللي فيهم الحديد، دول اللي بيدوا اللون الاحمر. عندها كابيلاري هيموجلوبين قليل ومايجلوبين قليل، يبقى كميه حديد قليله في الفايبر يبقى لونها شحم. وطبعا ما بتستخدمش الاوكسجين يبقى مش عاوزه ميتوكوندريا، ما الميتوكوندريا دي اللي فيها الاوكسيديتيف انزيمز. طيب وبعدين يبقى بتكسب قليل وبتصرف كتير، اليوتيلايزيشن كتير، عندها هاي اي تي بيز اكتيفيتي، فبتخلص الاي تي بي بسرعه فبتتعب، بس خد بالك دي اديتها ميزه، بتكسره بسرعه يبقى هتشتغل بسرعه، يبقى اديتها ميزه السرعه، دي احد مزايا السرعه ان هاي اي تي بيز اكتيفيتي، وتكسير الاي تي بيز بسرعه ده بتديها السرعه، خلاص. والجلايكوليتيك باث واي اسرع، يعني هنا برضو الاي تي بي بيساهم في موضوع السرعه، لانه تكسير الجلوكوز بمعزل عن الاوكسجين سريع، غير ما يبقى اوكسجين، او اسف تكوينه بمعزل عن الاوكسجين سريع وتكسيره، هنا عندها هاي اي تي بيز اكتيفيتي. طيب انتوا بقى جاوبوا السؤال الثاني للاسف، تفتكر هي ليه لارج؟ ليه كبيره؟ اعتقد بعض الطلبه وصلوا الاجابه. الجلايكوليتيك باث واي الواحد جلوكوز بيدي كام اي تي بي؟ انا سامعكم بيدي 2، يبقى لازم تحوش جلوكوز كتير ولا جلوكوز قليل؟ لا لازم تحوش جلوكوز كتير، جلايكوجين كتير، عشان هنا الواحد ما بيديش غير 2، ما
بديش 38 عشان كده هي لارج يا ولاد. طيب تاني حاجة هي بتتعب ريزيستنت فاتيك بس رابد. قلنا رابد هنا سببها حاجتين، دي الحاجة الأساسية طبعا متعلقة بالساركوبلازميك ريتيكولم، إن عندها ويل ديفلوب ساركوبلازميك ريتيكولم، فالكالسيوم بيطلع بسرعة جدا، رابد ريليس اوف كالسيوم، لأن في مور اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم ورابد كالسيوم بامب، عشان كده هي رابد. بس في سبب تاني رابد للأوائل اللي هي الاي تي بي، تكوين الاي تي بي وتكسير الاي تي بي سريع، لان الجلايكوليتيك باثوي ما بتديش اي تي بي كتير، بتفلز بسرعه بس بسرعه كم، وتكسير الاي تي بي سريع. يعني لما يقول لي هي ليه رابيد هنا للاوائل لسببين، السبب الرئيسي الساركوبلازميك ريتيكولم مور اكستنسيف، الساركوبلازميك ريتيكولم مور اكستنسيف، الساركوبلازميك ريتيكولم مور اكستنسيف، فخروج الكالسيوم رابيد والكالسيوم بامب رجوعه تاني رابيد. ثم في سبب اخر، الميتابوليك بروسيسز اللي عندها في تكوين وتكسير الاي تي بي اسرع، لان في هاي اي تي بيز اكتيفيتي، وفي جلايكوليتيك اللي هو الانيروبيك ده بيبقى اسرع. طيب اسالني امال فين تايب 2A اللي هو الريد ده بقى تايب 2A ده هنا احنا قلنا تايب 1 ده الريد يا اولاد، تايب 2 ده البيل، تايب 2B، تايب 2A ده خليط يعني عضله ريد شوية وفاست، يعني تتعب أبطأ شوية وسرعتها أحسن شوية، ريد أند فاست، يعني فيها يعني حاجة زي ما نقولها إيه، خليط من النوعين. أدي تايب 2A هي ريد شوية، فيها شوية حاجات بتاع الأوكشن والحاجات اللي بتدي لون أحمر، وفي نفس الوقت فيها فاست، يعني combination of both. ده اللي هو الفاكتورز affecting skeletal muscle contraction. يبقى اول انا هما الفاكتورز قلنا مفروض 5 وهنزود عليهم التمبريتشر نمرة 6، انا ما شرحتش غير واحده، وفي المحاضره القادمه باذن الله في المصل هنخلص السكيتال مصل، وبعدين عندنا محاضره تاني سموث مصل، يبقى المصل خلص. بس احنا النهارده خدنا الجزء الاهم على فكره عشان تبقى بس متفاهم معايا. فقلنا التايبس اوف مصل فايبرز في عجاله كده يا اولاد، تعال نقولها نلم روحنا. المسل فايبرز داخل المسل نوعان، كل مسل بتحتوي مش على احد النوعين، حب الدقة قوي، على النوعين بدرجات متفاوتة. تمام، فقلنا انه بطريقة سهلة في البقرة والفرخ، البقرة بتتميز بانها بطيئة بس ما بتتعبش، مش كده بيحطوها في السعي، ولون اللحمة بتروح للجزار تاخد لحم بقري، افتكر بتقوله اديني حتة لحمة حمرة حمرة، يبقى ده اللحمة، يبقى اللحمر هي البقرة اللي هي بتمشي في السائق ببطء بس ما بتعبش. انما افتكر بقى قلنا اللحمة البيضة اللي هي الفراخ، الفرخة لما ترفرف بسرعة بس ما يحطوهاش في سائق بتتعب، يبقى الفاست بتبقى رابد بس ليست ريزيستنت تو فاتيج. وقلناها هنا بطريقة لطيفة، اللي سمول ريد فايبر هي في نفس الوقت عندها سمول موتور نيرون، وهي اللي سلو حتى 3 اس مع بعض، وهي اللي ريزيستنت فاتيج. هنا قلت الفاتيج متعلق موضوع الاي تي بي، ما بتتعبش لان ما بتخلصش الاي تي بي، لانها بتكسب كتير فورميشن كتير وبتصرف قليل، والتلازيش خلاص حولها بقى انت لمعلومات، تكسب كتير يبقى 100% الاكسيديت بتستخدم الاكسيديتيف فوسفوريليشن، ده اللي بيكسب كتير، ده اللي الواحد بيجيب 38. عشان كده اصريت ان يجب ان انا اشرح الميتابوليزم قبل الموضوع ده مش العكس. طب وعشان انت كمل بقى، افرض الموضوع انت فاهم، عشان يبقى عندها الاكسيديتيف فوسفوريليشن كتير يبقى لازم يبقى في اوكسيديشن اوكسيديتيف انزيمز، الاكسيديتيف انزيم موجوده في الميتوكوندريا يبقى مور ميتوكوندريا، طب اوكسيديشن يبقى مور هيموجلوبين يبقى مور كابيلاريز مور مايجلوبين في المصل. وقلنا ده فسر لي حاجه لذيذه جدا، فسر لي هي ليه حمراء، عشان فيه هيموجلوبين كتير، فيه ميوجلوبين كتير، حديد كتير. طب وليه قلنا صغيره؟ لان الاكسيديتيف باثوي اللي فاهم الواحد جلوكوز بيكسب 38، يبقى مش محتاج يبقى في جيبي في الماسل فايبر فيه جلوكوز مولكيول كتير، مش محتاج جلايكوجين كتير، كميه صغيره قوي، لان انا بكسب من كل واحد بيدين 38، عشان كده هي سمول، ده بتكسب كتير وبتصرف قليل، خلاص هو الصرف يعني تكسر الاي تي بي، يبقى عندها لو اي تي بيز اكتيفيتي.
يبقى فسرنا ليه هي هاي ريزيستنت تو فاتيج. طب ليه سلو؟ قلت ده متعلق بموضوع اخر. الفاتيج اساسا بالاي تي بي فلس، انما السرعه متعلقه بالكالسيوم، فعندها ليس اكستنسيف ساركوبلازميك تيكر، فطلوع الكالسيوم من رانودين ريسبتور شانل بطيء ودخوله بالكالسيوم بامب بطيء. تعكس الناحيه الثانيه اللي هي الفرخ اللي هي لحمه بيضه صدر الفرخ ابيض، افتكر بتبقى سريعه لما ترفرف بس مش هحطها في ساقيه، يبقى رابيد اه بطلت ريزيستنت تو فاتيج، لونها بيل وفاست اهي وبتبقى لارش، ويسموها تايب 2. ما تغلطش بقى، مش تايب 1 وتايب 2 اي، تايب 2 بي. تايب 2 اي ده اهو تحت اللي هو خليط من الاثنين عشان تبقى عارف. طيب يبقى انت بقى قولها، يبقى ليه ما ليه هي ما بتتعب بسرعه؟ لانها بتفلز بسرعه، الاي تي بي بيخلص، يبقى بتكسب قليل وبتصرف كتير. تكسب قليل يبقى تكسير الاي تي بي مش بالايه، مش بالايروبيك، بالانيروبيك بالجلايكوليسيس، حيث الواحد بيدي اتنين بس، يصرف اتنين ويدي اربعه يبقى بيكسب اتنين. طب طالما انيروبيك مش عاوزه اوكشن، فكر مش عاوزه، يبقى حاجات الاوكشن قليله اهي، لس ميتوكوندريا مفيش اوكسيديتيف انزيم كتير، لس كابيلاري، لس مايجلوبين. طب يبقى فهمنا ليه هي بيل، عشان الهيموجلوبين قليل والمايجلوبين قليل، الحديد قليل وهو لونه احمر قليل. طب وليه لارج؟ لان الواحد جلوكوز بيدي اتنين بس، يبقى لازم تحوش جلوكوز مولكيول كتير، تحوش جلايكوجين كتير، عشان كده هي لارج. وبعدين ليه بتصرف كتير؟ لان عندها هاي اي تي بيز اكتيفيتي اللي هي قلت موجوده في الهيدوب مايس. قلت للطالب الذكي بقى ده مش بس بيفسر ليه بتتعب بسرعه، بيفسر ليه هي سريعه برضه، لان الهاي اي تي بيز اكتيفيتي بيخلي تكسير الاي تي بي كتير وبسرعه، والجلايكوليتيك باثوي تكوين الجلوكوز قليل اه بس بسرعه. بس السبب الرئيسي سوف يعزل مين يا اولاد؟ الكالسيوم، ان عندها مور اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم، فخروج الكالسيوم بسرعه رابيد ريليز اوف كالسيوم ودخوله تاني في ريلاكسيشن بسرعه رابيد كالسيوم بامب، عشان كده هي سريعه. طيب يبقى هنا انا محتاج سرعه ومش محتاج قوه، يبقى ربنا يحطها فين بقى؟ في المسل ادابتد فور فاين سكيلد موفمنتس. فاين يعني دقيق، وسكيلد يعني مفصل، الحركات الدقيقه المفصله كما في الهاند. يعني انا ممكن اكتب بسرعه جدا، مش عاوز قوه بس عاوز كتابه سريعه جدا، يبقى في الهاند مسل. وفي الاوكلر مسل بغير نظري بسرعه، فاهم؟ ومش يعني مش محتاج قوه، يبقى الهاند ماسلز والاوكلر ماسل. قلت حاجه جميله بقولها لك مهمه قوي، ان العضله بتنقبض بطريقتين، وفيها كام نوع من الفايبر؟ كل عضله فيها النوعين بدرجات متفاوته، والعظمه الالهيه ان النسب دي مش ثابته، بتتغير تبعا للحاجه. مع الاولد ايج انا مش محتاج سرعه بس محتاج ما تعبش، كفايه ان عجوز، فربنا خلى العضلات مع الاولد ايج تبقى معظمها بتبقى سلو ريد. طب انا راجل رياضي بعمل انديورنس اكسرسايز، اكسرسايز هياخد فتره طويله، يبقى محتاج ما تعبش. يبقى هذا النوع من التمرين، شوف العظمه الالهيه، ما فيش ثوابت، الثابت الوحيد في عالمنا هذا هو الله، هو المطلق الثابت الوحيد، انما كل شيء اخر يتغير، حتى جغرافيه الكون والكره الارضيه بتتغير. فلما اعمل اكسرسايز عاوز انديورنس، بعد شهر اتنين الاقي معظم العضلات بقت النوع اللي ما بيتعبش. لكن لو عامل اكسرسايز عاوز سرعه بقى زي 100 متر ران، يبقى عاوز سرعه، يبقى معظم العضلات تبقى من انهي نوع؟ من الفاست بيل. ولا تنسى ده كان الفاكتور الاولاني، على فكره هو الاطول في القصه دي، في الفاكتورز الخمسه اللي افكتنج السمبل ماسل، شوف الاصعب على فكره، عشان برضو الحصه الجايه باذن الله تبقى اخف شويه باذن الله المحاضره القادمه. فلا تنسى يوجد نوعان من المسل فايبرز، ولا تنسى المثال الطفولي، البقرة بتتميز بإيه؟ بالقوة لكن بالبطء، القوة مع ذهن نعمة، بتخلص الـ ATP تكسب كتير وبتصرف قليل، والبطء متعلق بالكالسيوم، less extensive sarcoplasmic reticulum، طلوع الكالسيوم ببطء ودخوله ببطء، بينما الفرخة بتتميز بالسرعة لما بترفرف كده لكن مفيش قوة. طيب ليه مفيش قوه؟ لانها بتخلص الاي تي بي، لانها بتكسب قليل جلايكوليتيك باثوي تصرف كتير، هاي اي تي بيز اكتيفيتي، وده برضو غير ان بيديها قوه قليله لكن بيديها سرعه،
لكن السبب الاساسي في السرعه عندها ويل اكستنسيف ساركوبلازميك تيكلام، طلوع الكالسيوم بقوه ودخوله تاني بسرعه، يعني يخرج بسرعه اسف ودخوله بسرعه. فده يناسب اكتر السرعه الحاجات اللي هي بتعمل فاين موفمنت زي الهاند ماسلز زي الاي او الاوكيولار ماسلز. ثانك يو فور جود ليسننج، ونلتقي باذن الله في البلد في يوم الجمعه القادمه. شكرا على حسن انصاتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.